تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم النهارده ان شاء الله مع بعض في الكوست استيميت. تقدير مين؟ تقدير التكلفة. عشان اشتغل في الكوست استيميت هي اولا اسمها كلمة دي قدامك معلش كوست يعني تكلفة. يعني مين اللي بيقوم بالكوست استيميت دي في الاساس؟ هو الكونتراكتور المقاول علشان يحط سعر في المشروع بتاع حضرتك ويقول لك انا هاخد منك المشروع بكذا. ولما يجي يحط السعر ده في المشروع ما يحطش اي سعر والسلام، لان المقاول للاسف الشديد بين نارين، النارين الرئيسيين اللي في المقاول ان هو عايز رقم واحد يحط سعر يكسب منه تمام، وفي رقم اتنين زي ما الباشمهندس بيشاور بايده دي معناها ايه؟ انه بقدر الامكان عايز يكون سعره اقل سعر موجود عشان يقدر يكسب العطاء. طب اقل سعر موجود عشان يكسب العطاء وفي نفس التوقيت السعر ده يكسب منه، يبقى لازم الموضوع ده يتحلل بشكل ايه؟ محترم جدا. اتفقنا؟ طب عشان اعمل الكوست استيمت بتاعتي قال لك انت عندك ثلاث حاجات رئيسيه اوعى تنساهم. عندك انبوتس مدخلات تحسب بيها الكوست استيمت، عندك بروسيس او بروسيجر، وعندك في النهايه هنا اهو في مين؟ في اوتبوت مخرجات. قبل ما اعرف الانبوت وقبل ما اعرف البروسيس انا عايز اعرف انا عايز اطلع بايه من عندي. عليكم السلام. انا عايز اعرف انا هطلع بايه بالكوست استيميت دي. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طيب تعالى نشوف. رقم واحد اللي انت محتاجه في الكوست استيميت انك تطلع بالديوريشن، الديوريشن اوف ايتش اكتيفيتي. والله غلطان. يعني محتاج اعرف ايه معلش والنبي؟ زمن تنفيذ كل مين؟ زمن تنفيذ كل بند. طيب كلام جميل. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاول. دي رقم واحد. رقم اثنين محتاج اعرف الدايركت كوست اوف ايتش اكتيفيتي. الدايركت كوست بتاع كل ايه؟ بند. الدايركت كوست اللي هي مين؟ اللي هي عباره عن ليبر اكويبمنت وماتيريال ومين؟ وسب كونتراكتور. يبقى مجموع اربعه دول هيدوني الدايركت كوست بتاعت اتش مين؟ اتش اكتيفيتي. اللي انا هطلع منهم بعد كده الدايركت كوست اوف اتش ايتم اللي هي هتساوي سبمشن للدايركت كوست بتاع اتش ايه؟ اكتيفيتيز. يعني ايه مش فاهم؟ يعني هنمسك حاجه بسيطه كده زي القواعد العاديه. القواعد العادية عند حضرتك انت عندك القواعد العادية بتقسمها لكام نشاط؟ ثلاثة نجارة وصب وفك شد. التلاتة دول مش لهم تكلفة؟ لو جمعت التلاتة على بعض هيدوا لك تكلفة مين ساعتها؟ تكلفة بند القواعد العادية اللي موجود في المعكس. كلام جميل. يبقى ببساطة ده كل اللي أنا عايز أطلعه من مين؟ هطلعه من الكوست إيه؟ الكوست اسمه. خلي بالك الكوست اسمه ما بتطلعش سعر، أنت بتطلع مين بقول؟ بتطلع تكلفة. طب ده كده الأول. طب بالنسبه للانبوت انا هدخل ايه بالكوست استيميت؟ قال لك رقم واحد وده اللي انت محتاجه ضروري حاجه اسمها الريسورس. الريسورس نيدد. يعني ايه الريسورس نيدد؟ يعني انت محتاج ايه عشان تنفذ البند ده؟ احنا قلنا الريسورسز عندنا كام نوع؟ هم اربعه ليبر اكويبمنت ماتيريال سب كونتراكتور. خلي بالك من حاجه، الثلاثه ليبر اكويبمنت ماتيريال او ليبر اكويبمنت سب كونتراكتور بيخش المشروع يطلعوا زي ما هم، انما الماتيريال دي الحاجه الوحيده اللي بتخش المشروع تطلع بشكل تاني خالص. انت بتخش بالاسمنت تطلع بيه ايه؟ خرسانات وتشطيبات. ده التعريف الاصلي على فكره مين؟ للماتيريال. ده التعريف الاصلي للماتيريال ان هي الحاجه او الماده الخام او بمعنى اصح المورد الوحيد اللي بيدخل المشروع بهيئه بيخرج في هيئه تانيه خالص. لكن ما تجيش تقنعني وتقول لي ده النجار دخل طلع ظابط. النجار طلع هو مين؟ نجار. فاهمين انا قصدي ايه؟ الخلاطه طلعت من الموقع بقت هزاز. الخلاطه خلاطه. واضح يا جماعه انا قصدي ايه؟ طيب ده معناه ايه ببساطه؟ ده معناه ريسورس نيدد. يعني ايه ريسورس نيدد؟ يعني اسالك سؤال، ناخد كده امثله مع بعض. بند وليكن زي بند الاكزكيفيشن. الحفر. الحفر انت محتاج فيه عشان تعمله. ما انا قلت عندي اربع مين؟ اربع حاجات، ليبل اكويبمنت ماتيريال سب كونتراكتور. محتاج عشان اعمل الحفر محتاج ايه؟ رد كده وقول لي.
ليبر واكويبمنت، مفيش ماتيريال ولا غطاه. طب بند زي العزل محتاج ايه؟ ليبر وماتيريال، مش كده؟ طيب بند زي الصب ليبر وماتيريال واكويبمنت، مش كده؟ طيب بند زي النجاره شد، النجاره محتاج ايه؟ عماله وماده خام. حداده عماله وماده خام. الله، التشطيبات بجميع انواعها عماله وماده خام. يعني معنى كده انك انت ممكن الرد بالمناسبه عماله ومعده والماده خام اللي هيردم بيها. يعني معنى كده انك ممكن تلاقي في كل بند فك الشده. برضه هرجع استنى بفتكر حاجات، معلش. فك الشده محتاج فيها ايه؟ عماله بس. ما مفيش ماده خام، ده هو بيفك الماده الخام اصلا اللي كانت جايه قبل كده. واضحه انا قصدي ايه؟ يعني معنى كده انك في كل بند من بنود مشروع حضرتك بتلاقي في كل واحد فيهم ممكن تلاقي محتاج ثلاثه، ممكن يكون محتاج اربعه، ممكن يكون محتاج اثنين، محتاج واحد. صح الكلام؟ بس مفيش بند هتلاقيه مش محتاج ليبر. لانه من غير ليبر يعني مفيش بند. هتيجي تقول لي طب ممكن يكون محتاج اكويبمنت بس، ما الاكويبمنت ده شغال بالعفاريت ولا شغال بليبر برضه؟ شغال بليبر. واضحه انا قصدي ولا مش واضحه؟ يبقى رقم واحد عندي محتاجها مين؟ الريسورس نيد. كل بند محتاج ايه كريسورسز؟ رقم اثنين ودي اهم واخطر، الكوانتيتي. يعني ايه الكوانتيتي يا معلم؟ يعني الكميه. كميه كل بند كام؟ اللي معتمده اعتماد كلي وجزئي على الكوانتيتي سيرفي اللي انت هتعمله بايدك نط البي او كيو اللي جايه من المالك. البي او كيو اللي جايه من المالك انا قلت لكم قبل كده في الغالب بتبقى مضروبه. بتبقى مضروبه، يبقى لازم المقاول يرجع يحصر بمين؟ بايده خط خط في كل اللوح. اتفقنا؟ طب معاك كميه ومعاه الريسورس، يطلع على رقم ثلاثه. رقم ثلاثه في ايديه هو مين بقى عشان يخلص؟ البرودكشن. البرودكشن ريت، وده اخطر ما في الحوار. البرودكشن ريت كام؟ ده معدل الانتاج. ومعدل الانتاج للاسف بيعتمد كل شركة عن التانية مختلفة خالص، لأن كل شركة شغالة بأطقم شكل، والصناعية عندها سكيلد ولا أن سكيلد بتفرق معاك. واضح أنا قصدي إيه؟ يبقى ده كل الكلام ده كمدخلات أدخل بيها عشان أطلع مين؟ المخرجات هناك. طب عشان آخد من ده أطلع ده، يبقى لازم أمر بمين؟ برقم واحد البروسيس. في البروسيس رقم واحد هتطلع الديوريشن، اللي هي بتساوي الديوريشن. لو قلت لك ان انا عندي كميه خرسانه 4000 متر مكعب وجايب بامب بتطلع في اليوم 400 متر مكعب، كده هخلص في كام يوم؟ ما ترد 10، صح؟ اتكلموا معايا يا جماعه 10، مش كده؟ تمام. اللي لو الباشمهندس المحترم جاب 2 بامب هيخلص في كام؟ في الله، يعني معنى كده العدد هيفرق؟ يبقى معنى كده الديوريشن بتساوي ايه دايما؟ بتساوي الكوانتيتي على البرودكشن ريت في حضرتك النمبر اوف كروز، عدد الطن. واضح الكلام كده؟ طيب كمان، يبقى ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للديوريشن. بس خلي بالك من حاجه اوعى تنساها، ودي ناس كتيره بتقع فيها. لازم تكون الكيو من نفس وحده قياس البرودكشن ريت. يعني ايه كيو وحده قياس البرودكشن ريت؟ يعني الباشمهندس المحترم معلش معلش يجي يقول لي ايه؟ انا عندي كميه الخرسانه 150 متر مكعب خرسانه وجايب حدادين بيطلعوا في اليوم 2 طن حديد، يروح قاسم لي البي 150 متر مكعب خرسانه على 2 طن حديد، يبقى انت جاي تهزر. يبقى يتحول الخرسانه اللي فوق فيها كام طن ويبقى طن على طن، يعني 2 طن دول بيعملوا كام متر مكعب خرسانه؟ يعني متر مكعب على متر مكعب، ما تنساش دي والنبي. يبقى لازم اللي فوق نفس مين؟ البسط. هو مين؟ المقام كوحدة قياس، علشان في الآخر الكمية تتلاشى مع بعضها ويفضل لك مين؟ الديوريشن. إن معدل الإنتاج عبارة عن كمية على الزمن، فكمية على الزمن وأنت في المقام، يبقى مقام المقام إيه بالنسبة للزمن؟ بسط، يبقى يطلع فوق، يبقى لازم الكمية تطير مع الكمية كوحدة قياس. ماشي، ده كده مين؟ الديوريشن. رقم اتنين هتروح تطلع الدايركت كوست، وتمسك أول حاجة الليبر. عشان اطلع الليبر كوست محتاج كام معلومه؟ محتاج ثلاث معلومات رئيسيه. رقم واحد الديوريشن. محتاج رقم واحد بقول مين؟ الديوريشن. والديوريشن انا جايبها منين؟
الدوريشن دي حضرتك انت جايبها من الخطوه الايه اللي فاتت على طول، هم هيشتغلوا كام يوم العمال دول معاك. رقم اثنين الكوست، الكوست اوف ايتش كرو، تكلفه كل طقم عند حضرتك. يبقى الكوست اوف وان كرو خليها في وان كرو، تكلفه الطقم الواحد اوف وان كرو. وخلي بالك بقى من حاجه بتعملها انت جميله قوي، انت بتعمل بالبدايه مين الاطقم بتاعتك بتديها مين ليبلز، عشان وانت داخل في اي نشاط تبقى عارف انا رايح اعمل ايه. انا مثلا عندي مين طقم نجاره، طقم النجاره ده عباره عن ايه؟ كوماندر والاثنين النجارين اللي تحت الرئيسيين والاثنين اللي هم على سكيلد واثنين هيلبر. كل ما اخش البند هقعد اوصف الكلام ده ولا اسمي الطقم ده على بعضه وليكن كده مثلا كود كده ال 4، يبقى كل ما اخش البند بقول لك ال 4 تفهم ان ده عباره عن طقم الايه؟ النجاره بتاعي. انت فهمت انا قصدي ايه؟ يعني بيعمل الاطقم بتاعته عباره عن مين؟ نظام تكويت زي ما هوريك كمان شويه. طب تعالى ايه؟ كده ضرب مين؟ الديوريشن في الكوست اوف 1 كرو بير داي، خلي بالك ده في اليوم. في الكوست اوف 1 كرو بير داي في مين؟ في النمبر اوف كروز بير داي على عددهم في اليوم. كده عرفت هم اشتغلوا كام يوم؟ في تكلفه الطقم في اليوم في عدد نطقهم، كده يروح مديني مين؟ الليبر كوست. صح الكلام كده؟ طيب تمام، على نفس الكلام رقم دي يبقى دي رقم A. رقم B فيها النهارده هطلع مين؟ الإكويبمنت كوست. عشان أطلع الإكويبمنت كوست محتاج أول حاجة مين؟ الديوريشن، تاني حاجة مين؟ الكوست أوف 1 كرو بير داي برضه. ما هو تكلفة الطقم كام؟ ما تجيش تقول انا جايب معده، جايب معده ازاي؟ ماشي معده خلطه مع عينيا، مع انها مش بتيجي خلطه لوحدها. خلطه ومعاها الهزاز، ها؟ لما تيجي تتكلم على مين؟ على اللي هيشتغل معاك في ايه معلش والنبي؟ في الحفر بيجيب لودر لوحده ولا عربيات نقل معاه؟ طب هو لما هيحفر في طين يبقى لازم يجيب غصب عنك عشان الطين طين، يجيب حفار والحفار يطلع بره يسلم اللودر، اللودر يحطه في العربيات، يعني ده اسمه سيستم. واضح انا قصدي ايه؟ ومعتمد معدل الانتاج على السيستم ده هيمشي ازاي؟ ماشي، يبقى ده الكوست اوف 1 كرو بير داي. محتاج مين كمان؟ النمبر اوف كروز بير داي، يعني تقريبا هي 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 هي، بس ده كان ليبل يبقى ده مين؟ اكويت. طب حلو الكلام، لما تروح تتكلم على رقم سي بقى اللي هي مين؟ الماتيريال، الماتيريال كوست. الماتيريال كوست خلي بالك من حاجه بقى، ان المواد الخام انت بتشتريها من عند المورد اللي السعر بتاعها ساعتها بيكون اسمه فيندور برايس، سعر المورد، او في ناس بتسميه البرايمري كوتيشن. يعني ايه البرايمري كوتيشن او سعر المورد؟ سعر مبدئي او سعر المورد. انت لما تروح تشتري باسمنت مش بتشتريه من عند بتاع الشونه؟ بتاع الشونه يقول لك طن الاسمنت ب 1000 جنيه، تقول له طب، يقول لك على طول، هو الرد بتاعها كده على طول، انت قصدك ايه؟ بالمشال، هو قصده ايه؟ لا ده ال 1000 جنيه على الارض عندي هنا اهو، عايز تشيل انت يبقى بحوار تاني. انت فهمت انا قصدي ايه؟ طب هل انت ضامن الاسمنت اللي هتاخده ده مش في شكاير منه هتتفتح مثلا او هتشك؟ لا انت مش ضامن، يبقى عندك فيه هالك، صح؟ طب انت بتحكي الكلام ده امتى؟ ده انا بعمل الكلام ده كله وانا بسعر المشروع، يعني لسه لا كسبت ولا اشتغلت ولا مضيت محط استلام ولا 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 ولا، انا شغال عنها اسعار بتاعت دلوقتي، اللي لما اجي اشتري اسمنت ان شاء الله بعد اربع خمس شهور هتلاقي السعر هو هو اللي هيزيد. هيزيد، الله. طب وانت لما تروح تشتري من عند المورد 100 طن زي ما تشتري 1000 طن؟ لا طبعا لازم يكرمك. يبقى كده معناها ايه؟ كده معناها ان ده سعر المورد، وسعر المورد ده بيتاثر بحاجه اسمها الالاونس فاكتور، معامل السماحيات. معامل السماحيات ده اللي جواه اربع حاجات رئيسيه، رقم واحد الويستج اللي هو الهالف وده بيزود في السعر، رقم اثنين الهاندلنج. ايه الهاندلنج ده؟ ده النقل وده بيزود في السعر، رقم ثلاثه الافريج برايس انكريز اللي هو احتماليه زياده الايه؟ الاسعار، ورقم اربعه الديسكاونت لو الراجل ده هيعمل لك ديسكاونت، والكلام ده بيكون من ايه؟ لتحت. دول كلهم بيعملوا فاكتور في حدود كام؟ بيعملوا فاكتور في حدود من 1.2 ل 1.3
ده معناه ساعتها لما اروح اشتري المواد الخام بشتريها بسعر وانا بحطه عندي في ورقه شغلي حاجه اسمها اول انيد. يبقى المواد الخام انت شغال بيها في المشروع ما بتشتغلش فيندور، امال بتشتغل مين معلش والنبي؟ اول انيد. اول انيد ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن سعر الفيندور اللي انت قلت عليه، الفيندور برايس مضروب في كام؟ من 1.2 ل1.3. ده معناه لما اروح اشتغل لو انا افترضت ان هي 1.25 في الاسمنت، ده معناه لما اروح اشتري الاسمنت حاطط في اعتماد في اعتباري ان سعر الاسمنت 1000 جنيه ولا 1250؟ 1250. فهمتوا قصدي ايه؟ يبقى انا حاطط 250 جنيه عباره عن ايه باقيين دول؟ عباره عن نقل ومناوله صح؟ وايه كمان؟ وهالك السعر احتمال يزيد، يبقى كل الكلام ده حاطته فين؟ في اعتباري. بعد ما طلعت دي ودي ودي هروح مطلع، هروح مطلع ساعتها مين بقى؟ هروح مطلع الدايركت كوست اوف اكتيفيتي اللي هي هتساوي ايه؟ دايركت كوست اوف اكتيفيتي هتساوي الاي زائد مين؟ البي زائد مين؟ السي. صح الكلام ده؟ دي اسمها دايركت كوست اوف اكتيفيتي. هروح اجيب مين؟ الدايركت كوست اوف ايتم اللي هي هتساوي سمشن الدايركت كوست للاكتيفيتيز بتاعته اتس اكتيفيتيز. واضح الكلام؟ دي اسمها ايه ساعتها؟ للايتم. طب انت محتاج تطلع مين؟ اليونت دايركت كوست. اليونت دايركت كوست هتساوي ايه؟ هتساوي الكتكوت اللي انت طلعته ده على الكميه. اللي انت بعد كده بقى بيكون عندك مين؟ بيكون عندك حاجه معينه اسمه البرايس فاكتور اللي هو معامل مين؟ السعر. صح الكلام ده؟ تمام. البرايس فاكتور ده عباره عن ايه؟ ده رقم بيطلع معاك وبيطلع في حدود من 1.2 لحد 1.3 او 4 بحسب ما يطلع معاك بقى في تحليلك انت. ده معناه ساعتها هيروح يطلع مين؟ الايتم برايس. سعر البند اللي هو هيساوي كام المفروض؟ هيساوي الايتم دايركت كوست مضروب في مين؟ في البرايس ايه؟ البرايس فاكتور. دي ببساطة الخريطة اللي المفروض تكون فاهمها قبل ما تخش تعمل عملية مين؟ قبل ما تخش تعمل عملية بيتحسب. ده بيتحسب، هشوفه دلوقتي. طيب صلى على النبي. علشان اعمل الكلام ده انا، علشان اعمل انا الكلام ده وادخل بيه على البرمافيرا مثلا والكلام ده، يبقى تخلي بالك من حاجه، ان ده بيتعمل قبل البرمافيرا تماما وقبل اي شيء. الفكره بقى هو انا دلوقتي مش عندي ليبر واكويبمنت ماتيريال وسب كونتراكتور. الليبر والاكويبمنت بيشتغلوا دايما في الموقع بالايه؟ بالمتر ولا بيشتغلوا بالساعه واليوم؟ بالساعه واليوم. وفي الغالب بتمشي مين؟ يوميه اكتر من اي حاجه ثانيه. فده معناه ايه؟ ده معناه ان انا مثبت وحده قياسي للليبر ومين؟ والاكويبمنت. الوحده القياسيه دول يعتبروا كام دلوقتي؟ يوم. صح الكلام ده؟ تمام. الماتيريال حضرتك لا دي فيها وحده قياس ايه ده ما شاء الله اللي هم مين؟ متر مربع، متر مكعب، ومتر ايه؟ متر طولي، ومتر مربع، ومتر مكعب، وحاجات بالطن، وحاجات بالعدد. وفي حاجات بالمقطوعيه، بالمقطوعيه زي شغل مين؟ السب كونتراكتور وليكن. زي شغل السباكه والكهرباء والحاجات دي كلها ممكن نعديه مين؟ نعديه مقطوعيه. واضح الكلام انا قصدي ايه؟ طيب علشان اعمل الكلام ده على البرمافيرا فده يتطلب منك تستعرض حسابات مشروع كامل الاول. ازاي تعمل كوست استيمت وبعد كده تبقى تدخل لبرنامج مين؟ البرمافيرا. طب ما تيجي كده نمسك مع بعض بند زي مين؟ السايت بريبريشن اللي هو كان السايت كلين نظافه الموقع. الراجل هنا عشان يخش البند زي ده انا قلت اول حاجه محتاجها ايه يعرفها؟ انا قلت اول حاجه محتاج يعرفها هي مين؟ الريسورس نيدد، الموارد المطلوبه. عشان ينظف الموقع محتاج ايه؟ ما تقوليش مواد خام مش هتنفذني. عشان ينظف الموقع ما هي الا مين؟ عماله ومعده. صح الكلام؟ صح الكلام. يبقى الحاجات اللي محتاجها عماله ومعدات. حلو. الراجل ده قدر الموقع بتاعه، دي كانت فيلا صغيره، فقدر ان هو هينظف الموقع في كام يوم؟ يوم واحد. كان جايب كام عامل؟ 4. تكلفه العامل الواحد كام؟ انت بتجيب الاسعار دي منين يا معلم؟ دي اسعار في الشركه عند حضرتك ثابته اللي بتتغير من شركه للتانيه حسب الوقت اللي انت فيه. واضحه انا قصدي ايه؟ تمام. وهديكم انا اسعار بتاعت اليومين دول كمان دلوقتي. ماشي يا جدعان؟
تمام، وان كل شويه اصلا يعني بتنزل الاسعار ديت موجوده على النت معاك على طول. خلاص تمام، تعالى لي بس كمل كده. دلوقتي الراجل ده عشان احسب الليبر كوست تساوي كام الليبر كوست على كلامنا اللي كنا بنقول على السبوره، محتاج اعرف انا عندي كام طقم. انا كده عندي كام طقم؟ الاربع عمال دول على بعض اسمهم طقم، يبقى انا كده عندي كام طقم؟ واحد، صح؟ هيشتغلوا كام يوم؟ واحد. في تكلفه الطقم الواحد في اليوم كام؟ اربعه في كام؟ في 30، مش كده ولا ايه؟ ده معناه ساعتها ايه؟ ده معناه ان الليبر كوست انا عاملها لك هنا على طول كام؟ لا، هي مش اصلها كده، هي اصلها في الاصل واحد في واحد في اربعه في 30. ولا انت مش معايا؟ تمام، طلعت بكام؟ ب 120 جنيه. طب الاكويبمنت كوست، الراجل ده كان جايب معدات عباره عن ايه؟ كان جايب لودر، ايجار اللودر ده كام؟ وايه الرقم اللي حاطه قدام اللودر ده دايما؟ دي الحموله الكباستي بتاعته، دي الكباستي بتاعته، واضحه انا قصدي ايه؟ تمام. وجايب سكريبر، ايه السكريبر ده؟ دي المعده اللي بتسوي الموقع كله وتخليه حته واحده ميه واحده. بكام السكريبر ده؟ ب 400 جنيه. ده كده الطقم، وانت شغال كام يوم؟ يبقى يوم، صح؟ في كام طقم؟ طقم في تكلفة الطقم واحد في 600 زائد واحد في 400 يطلع معاك بكام؟ يبقى طلع التوتال كوست بتاعت البند ده بكام؟ 1000 كام؟ 1120 جنيه، اتفقنا؟ طب حلو الكلام. تطلع على بند زي بند مين مثلا؟ مثلا الحفر. وبند الحفر هو من اخطر البنود على المقاول لسبب بسيط، لازم تبص على التوصيف كويس جدا جدا جدا، وخصوصا نوع التربه قبل اي شيء، وخصوصا لو في ميه جوفيه ولا لا. اتفقنا؟ تمام. طب نوع التربه ليه؟ لان نوع التربه في المحضر او في المقام الاول والاخير هو اللي مسؤول عن تحديد نوع المعدات اللي هتشتغل بيها. اللي لو انت رمل، انت محتاج عشان تشتغل في الرمل بذمتك محتاج حفار، امال محتاج ايه؟ هو لودر، واللودر هيشيل ويحط في عربيات النقل على طول، صح؟ طب لو طين يبقى غصب عنك حفار كراك، مش صح كده ولا ايه؟ اه، يبقى لو حفار يبقى لازم اجيب حفار، لان الحفار هيعمل معاك ايه؟ هيبدا في عمليه الحفر ويكوم، مين اللي يشيل منه؟ اللودر هو اللي يحط فين؟ طب لو صخر؟ لا، مفيش حاجه اسمها حفار، جاك هامر بقى، جاك هامر بقى، وده رقم وقدره بقى. اللي انت تخلي بالك بيجي لك في قائمه حصر الكميات بالمتر مكعب حفر في تربه كذا، اللي انت ما تصدقهاش واوعى تصدقها، امال لازم تعمل ايه؟ اتفقنا من الاول لازم ينزل يعمل مين؟ سويل انفستيجيشن، يعني يعمل جسات حضرتك عشان يتاكد ان نوع التربه اللي جاي له في المقايسه هو اللي موجود فعلا فين؟ في الطبيعه. طب لو حصل اختلاف لا يوقف، يعمل بقى مين؟ مشاكل مع المالك قبل ما يبدا ويشوف الدنيا هتمشي ازاي. خلاص فاهمين انا قصدي ايه؟ طيب ما هو لازم يشوف، لان خلي بالك في نقطه عايز اقولها بسرعه، لازم يا جماعه يبص على التوصيف. التوصيف بيقول لك مع سند جوانب الحفر ونسح المياه الجوفيه اذا لزم الامر، دول كده بيتحطوا دايما في اخر توصيف بند الايه؟ بند الحفر. يبقى هو لازم يحط الكلام ده فين؟ في اعتباره، يعني ما يحطش ان تكلفه الحفر هي تكلفه موانئ الحفر ويمشي. طب لو هينسح مياه جوفيه يبقى بيتحمل على بند مين؟ بند الحفر. لو هيسند جوانب الحفر اتحمل على بند مين؟ على بند الحفر. اتفقنا؟ طيب صل على النبي. الراجل هنا كان بيقول لك ان هيحفر في مين؟ ده الاكزكيفيشن اهو، كان هيحفر في ساند سويل، بس كان جايب حفار، خلاص هو حر، في حين مش محتاج مين؟ مش محتاج حفار. كميه الحفر كام؟ 2500 متر مكعب. الكميه ديت حصر ايه؟ هندسي، ده اللي موجود في اللوحه او ده اللي موجود في قائمه حصر الكميات اللي جاي من المالك. طب وانت بتحصر هندسي ازاي في الحفر؟ مش طول في عرض في ارتفاع ولا انا بتهيألي؟ طب هو الحفر ده لما بيتحفر ويطلع مش بينتفش؟ ولا انا بتهيألي؟ يعني معنى كده ان كميه الحفر دي بعد ما تطلع ما هي مدموكه في التربه، لما تطلعها هتطلع بنفس الحجم ولا هتزيد؟ ما ترد، هتزيد، مش كده ولا ايه؟ ده معناه ان كميه الحفر اللي جايه لك دي مش هتشتغل بيها، هتشتغل بالكميه دي مضروبه في كام؟ في حاجه اسمها السويلنج فاكتور. يعني ايه السويلنج فاكتور؟ معامل الانتفاش، اللي انا هفترضه معاك وليكن 1.15%، يبقى دي كميه الحفر اللي انت عايزها. اللي طلعت معاك وليكن، انا هضرب اي رقم؟ 2800 وليكن.
ماشي يا جماعه هكمل كمل. طب تعالى معايا. الراجل بقى عشان يحفر كان جايب عربيات نقل، سعه كل عربيه نقل منهم كام، التراك كاباستي بكام؟ 10 متر مكعب. البرودكشن ريت بتاع الحفار اللي هيشتغل بيه كام؟ 400 متر مكعب في اليوم، يعني الحفار هيطلع كام في الساعه؟ ده لو هو شغال 8 ساعات 50 متر مكعب، صح كده؟ تمام. الافشنسي بكام؟ 80%. مفيش حاجه اسمها البرودكشن ريت. برودكشن ريت يا فندم في حاجه اسمها افشنسي يا فندم، مفيش حاجه اسمها حد كامل، الكمال لله وحده. لازم تكون فاهم دي كويس. طب تعالى لي. طيب العربيه دي، العربيه دي علشان تتحمل وتروح وتيجي وتعمل الكلام ده كله، ايه السايكل بتاعتها براحه؟ بالراحه كده. لو هو هيرمي بره الموقع على بعد 2 كيلو ولا حاجه، مش انا بقول، مش بقول جوه، انا بقول بره على بعد 2 كيلو، هيعمل عشان يعمل كده؟ قال لك في سايكل تايم للعربيه دي. اول حاجه في السايكل تايم ايه؟ اللودنج تايم، ده الزمن اللي هتاخده العربيه قدام اللودر عشان تتحمل، ولا انا غلطان؟ طب حملها، بعد ما حملها ايه اللي هيحصل؟ جوينج، العربيه عشان تروح ترمي. طب العربيه وهي رايحه ترمي مش وصلت؟ كلام جميل. بعد ما وصلت دامبنج تايم، يعني ايه دامبنج تايم؟ زمن التفريغ. هي بيتفرغ ويطلع يجري ولا بيقعد على مهله لحد ما يفرغ؟ هتقول لي ممكن واحده من دول تاخد ثواني، والمصحف الشريف لو لحظه، فبتتكلم في بتتكلم زمن. واضح يا جماعه انا بحكي فيه ده؟ يبقى ده معناه دامبنج تايم زمن التفريغ. طب فرغت هتجيلي تاني عن طريق مين؟ يبقى احنا قلنا جوينج، يبقى انا عندي مين؟ ريتيرن. خلي بالك ان الجوينج سرعه والريتيرن سرعه. لو انا رايح على 50 هرجع على 90 لانه رايح محمل، لكن هو راجع فاضي فواخد سرعته على الطريق زي الفل. واضح انا قصدي ايه؟ ده خد كمان معلومه مهمه، انت لما بتقول 50 وبتقول 90، انت بتوصل ل 90 اول ما تدوس بنزين؟ امال ايه اللي بيحصل؟ مش بتاخد وقت لحد ما توصل للسرعه القصوى بتاعتك؟ يعني دي كمان المفروض تتحط في الاعتبار. خلي بالك حتى لما تيجي تشتري اي عربيه بيقول لك دايما ايه؟ سرعتها بتوصل لل 100 كيلو بعد كام ثانيه. مش بيقول لك الكلمه دي دايما ولا انا غلطان؟ يبقى ده معناه تخلي بالك من الحاجات اللي زي كده. طب العربيه رجعت، هل هينفع يرجع يروح ضارب نفسه على طول قدام الحفار كده او اللودر؟ امال بيعمل ايه؟ بيظبط نفسه ويطلع. انت لما تيجي تركن عربيه تركن عدل ولا تطلع شمال ويمين ولحد ما تظبط نفسك؟ اسمه ايه الزمن ده؟ مانوفرنج تايم. يعني ايه مانوفرنج تايم؟ يعني زمن التهيئه او المناوره. واضح انا قصدي ايه؟ ده بالاضافه ان ممكن كمان يكون عندك في مين؟ لوس تايم، وقت ضايع. ليه؟ هو ده مش بني ادم؟ مش هيخش الحمام؟ مش هيصلي؟ مش هياكل؟ مش هيعمل استباحه؟ ايوه ما هو ده عامل لازم يعمل استباحه، مش فيها نقاش. واضح انا قصدي ايه؟ تمام. يبقى ده كله لازم يتحط فين؟ في الاعتبار. طبعا الاجانب ما عندهمش استباحه، انا بتكلم عندنا احنا. خلاص ماشي. يبقى التوتال سايكل تايم بتاعت التراك حسبها كانت لودنج، كانت جوينج، كانت دامبنج تايم، كانت ريتيرن، كانت مين؟ مانوفرنج. الجوينج تايم ده بيتحسب ازاي ببساطه؟ هو انت عندك الجوينج تايم ده بيتحسب ازاي؟ هو انت عندك المسافه السرعه بتساوي ايه؟ مسافه على زمن. حلو. انا دلوقتي عشان اعرف الزمن اللي هرمي فيه قلت لك سرعتي حوالي 50 كيلو متر في الساعه، انا كده جبت السرعه. ترمي على مسافه كام انت؟ 2 كيلو. يبقى انت كده معاك مين؟ معاك السرعه ومعاك المسافه. طلع الزمن، طلعت الزمن كجوينج تايم، طلعت الزمن كريتيرن تايم، طلعت الزمن كمانوفرنج، وده اتحسب من كتر الشغل. يعني هو بيقول لك انا بقعد اظبط نفسي دقيقه او اتنين. دامبنج تايم ده زمن التفريغ، لودنج تايم لا ده له قانون. قانون اللودنج تايم عباره عن ايه؟ قانون اللودنج تايم عباره عن التراك كاباستي، حموله العربيه نفسها على مين؟ على البرودكشن ريت بتاع مين؟ بتاع الحفار، بس بالايه؟ بالاور. طب هي التراك كاباستي كانت كام فوق؟ مش 10؟ معدل انتاج الحفار في الساعه مش كان كام؟ يبقى معنى كده 10 على كام رد؟ على 50 متر مكعب في الساعة. بس أنا أزمنتي كلها بالإيه؟ بالدقيقة. يبقى لازم أقسم دي على كام؟ دي كده مقام المقام باص تطلع فوق تبقى كام؟ يبقى ده اللي خلاها 10 في 60 على كام؟ على 50 زي ما هو قدامك. واضح الكلام؟ طيب كده طلع التوتال سايكل تايم بكام؟ جمع بقى. ده عشان تروح وتيجي وترمي ال 10 متر مكعب دول محتاجة 21 دقيقة 75%. ماشي. طب كده اجيب عدد التركات اللي عايزها قد ايه قدام الحفار؟ تجيبها ازاي دي؟
عدد الدرجات اللي عايزها قدام الحفار تجيبها ازاي؟ صلي على رسول الله. انت مش الواحده بتاخد وقتها 21 دقيقه وكسر عشان تروح وتيجي وتتحمل والكلام ده كله؟ طب هي بتاخد وقت قد ايه تتحمل قدام الحفار؟ 12 دقيقه. يبقى بعد ال 12 دقيقه الحفار هيكون عايز حد مين تاني يحمل له. يبقى معنى كده عدد التراكات بيجي منين دايما؟ النمبر اوف تراكس بيجي منين يا باشمهندس؟ النمبر اوف تراكس عباره عن التوتال سايكل تايم بتاعت التراك على اللودنج تايم. راح تطلع بكام؟ واحد وكام؟ 1.81% تراك. الرقم ده هو اللي هيخلي الحفار او اللودر يشتغل كونتينوسلي وزاوت ان ستوبنج. يعني هيشتغل بدون اي ايه؟ اي توقف. طب سؤال بسيط، انا ينفع اجيب 1.81 دي؟ ايه 1.81 دي؟ يبقى انا هشتغل بكام عربيه دلوقتي؟ ردوا يا عربيه يا كام؟ يا اتنين. وصلى عليا بقى افهم الجمله البسيطه دي عشان مهمه بالنسبه لك او في حياتك بعد كده. لما يكون عندك سيستم معدات شغال وعايز تاخد وكلهم بيخدموا على بعض وعايز تاخد معدل الانتاج علشان تجيب منه مين؟ تجيب منه الزمن، تاخد انهي معده؟ كانوا دايما بيقولوا لنا في الكليه اقل واحده، بس للاسف كلمه اقل واحده دي غلط. انتوا عارفين ليه؟ تعالى معايا بهدوء وصلى على النبي. انت بتشتغل على انهي معده؟ المعده اللي موجوده في السيستم شغاله بدون اي توقف، هي دي بتاخد معدل انتاجها، اللي هي عباره عن ايه؟ معلش والنبي تعالى بهدوء واسمعني، انا قدامي ياخد واحده يا كام؟ يا اتنين، صح؟ طب انا لو خدتها واحده ساعتها مين اللي هيستنى مين؟ كده اللودر اللي هيستنى مين؟ يبقى معنى كده يعتمد على معدل انتاج العربيه مش على اللودر، وانا بحسب معدل مين؟ وانا بحسب زمن الحفر بتاعي. فهمتوا حاجه؟ طيب لو انا خدتهم عربيتين كده مين اللي بيشتغل ومين اللي بيستنى التاني؟ ده كده العربيه هتقعد 19% من الوقت، فاضل 81% دي تستنى مين؟ اللودر. يبقى ساعتها بتاخد معدل انتاج مين؟ اللودر. فهمتوا اللعبه؟ يبقى بتاخد معدل انتاج المعده اللي بتعمل بدون مين؟ توقف في السيستم كله. هي دي اللي في الغالب بتكون اقل واحده، بس مش في الغالب بنسبه 100%. فهمتوا قصدي ايه؟ وبناء على ذلك خد اتنين تراك، راح مطلع جدول جميل بقى، قال لك المعدل النهائي 250، جايب كام تراك؟ جايب كام حفار اسف؟ واحد لودر واتنين تراك، اتنين عمال ان سكيلد. لما راح يحسب الزمن الكلام ده كده غلط. الديوريشن هتساوي ايه بقى؟ الكميه دي مش 2500، امال الكميه دي ايه؟ ده 2500 في السويلنج فاكتور. انتوا معايا ولا مش معايا؟ حلو الكلام. بعد كده هيقسمها على الكام انت بتقول؟ على 250، راح مطلعها بكام؟ ب 10 ايام. كده طلع الزمن 10. لما يروح يطلع الايكويبمنت كوست، الايكويبمنت كوست على السبوره عباره عن ايه؟ حد يمدني كده. كام يوم؟ 10. كام طقم؟ واحد. وادي اللي جوه القوس ده هو عباره عن تكلفه الطقم الواحد في اليوم. واضح كلامي ولا مش واضح؟ وروح مطلع تكلفه الحفر، طلعت تكلفه الحفر كام كايكويبمنت؟ الراجل عاملها 20,000. طب كام ليبر بقى؟ الاسعار دي قديمه قوي، خلي بالكم. انا هديكم الاسعار الجديده دلوقتي. ده كده كام معلش؟ 10 في كام؟ في 2 في 35. ايه 10 في 2 دي؟ 10 ايام في طقم واحد. 2 في 35 دي ده الطقم اللي هو كان جايبه، 2 عمال، الواحد بكام؟ 35 جنيه. الكلام ده مش صح، انا بتكلم العمال ده مفيش، ده اقل حاجه دلوقتي. ما انا بقول لك الاسعار دي قديمه قوي، الاسعار دي من 2008. يا باشا، يا باشا، وكانوا 10 على 10 ومكفيين وزي العسل. انت وانت مهندس دلوقتي بتشتغل 35 جنيه في اليوم. انت بتتكلم عن عامل؟ طب ما هي يعني معلش معلش، هو النجار بياخد كام دلوقتي يوميا؟ يا باشا داخل على 180 جنيه. انت يوميتك لو حسبت مرتبك وقسمته على عدد ايام الشهر هتلاقي نفسك بتاخد كام؟ كمهندس 70 جنيه؟ ده مين المهندس الجامد ده؟ بياخد 70 جنيه في اليوم ده؟ ده انت تبقى واقف في الموقع بتقول يا ليتني كنت نجارا. تبقى بتاخد 3 4000 جنيه وهو بيصفي له في الشهر على الاقل 15,000 ولا حاجه، بس خلي بالك ترجع للمجهود، الراجل ده بيبذل مجهود، النجار ده حاجه فوق ما تتخيل. يكفي يا اخي القرف اللي بيحصل له. واضحه انا قصدي ايه؟
طب كملني، طلع كده التكلفه النهائيه طلعت بكام؟ دي التكلفه النهائيه اهي. بس في نقطه عندي مهمه عايز اقولها، طلعت التكلفه النهائيه هي مجموع العماله ومين؟ والمعدات. لما يجي بقى تكلفه الوحده الواحده هيقسم السعر ده على، هيقسم التكلفه دي على كام؟ على 2500 بس. يبقى حوار ال 2500 في السويلنج فاكتور دي بتخدمك في حاجه واحده، وانت بتطلع الديوريشن. لكن وانت بتطلع تكلفه المتر مكعب او سعر المتر مكعب فبتقسم على الكميه من غير مين؟ من غير السويلنج فاكتور. لو قلت تاني الكلام ده ولا فهمت؟ طب ده لو انا كنت مين؟ ده لو انا كنت حفر. طب لو انا كنت ردم، محتاج ايه في الردم معلش والنبي؟ معدات وعماله ومواد مين؟ ومواد خام. طب الكميه كانت كام؟ 2100 متر مكعب. دي اتجابت على الرقم ده على اساس ايه بقى؟ ال 2100 ده؟ ان ده الردم اللي انا كنت محتاجه كحصر هندسي. والردم ده على اعتبار ان الردم جه واندمج وبقى موجود. طب انت ال 2100 دول مدموكين. افهم الجمله. لما تروح تشتري بقى هتشتري ال 2100 هم هم؟ والله ما حصل. ان ال 2100 بتشتريهم متفككين. فلو جبتهم 2100 وحطيتهم في الموقع ودمجت هيقلوا. فهمت انا قصدي ايه؟ فده معناه بقى ان دايما كميه الحفر اللي موجوده في المقايسه بتشتغل على اكبر منها. كميه الردم اللي موجوده في المقايسه برضه هتشتغل على اكبر منها. انك هتشتري اكتر عشان لما تدمج يوصل الرقم اللي انت عايزه. كميه الحفر بتتاثر بالسويلنج فاكتور. كميه الردم بتتاثر بالشرينكج فاكتور. الشرينكج فاكتور دايما اقل من الواحد. السويلنج فاكتور اكبر من الواحد. فده معناه وانا رايح اجيب كميه الحفر اكبر هعمل ايه؟ هضرب كميه الحفر في السويلنج فاكتور فيطلع الرقم اكبر. طب وانا رايح اشتغل في الشرينكج هقسم كميه الردم على الشرينكج فاكتور اللي هو اقل من الواحد فالكميه بقى هتزيد. واضح اللي بقوله ده؟ واضح. كان جايب هنا ايه معلش بقى والنبي؟ رولر ولودر وتراك ووتر تانك. تراك يعني عربيه ميه. عربيه ميه مش عندهم ميه؟ عندهم ميه مين يا باشمهندس؟ هو عايز 2 لتر ولا 3 لتر؟ ولا عايز جيركن وتقول له الله حنن عليك؟ لا يا حبيبي، الراجل ده شغال في موقع، يعني على الاقل احتاج في اليوم مثلا 15 12 متر مكعب ميه. وشغال صب وشغال وشغال وشغال، ده قصص. فاهمين قصدي ايه؟ فلازم عربيه ميه دايما واقفه معاه. المهم كان جايب طقم حسب تكاليفه زي ما انا قلت، وفي نفس التوقيت عندك ماتيريال. الماتيريال دي الرمل. طب هي الماتيريال سعرها كام؟ استنى بقى، انا اتفقت معاك لازم احول الماتيريال بالكامل الاول لايه يا جماعه؟ لحاجه اسمها مين؟ اول مين؟ اول ان ريد. دي كنت بعمل شيت اكسل بسيط كده بره. اول ان ريد دي عباره عن ايه؟ تعالى بص معايا. ده هنا الجدول ده عباره عن الفاكتور. ده النيجاتيف، ده البلس، ده التوتال. ايه الحوار ده؟ دي البرايمري ايه؟ برايمري كوست. ده تكلفه الايه معلش؟ السن. الراجل ده كان بيشتري السن المتر مكعب بكام؟ هو متر مكعب رمل بكام دلوقتي يا جدعان؟ لا الرمل، الرمل الرمل حوالي 70 او 60، من 60 ل 70، من 60 ل 70. خلاص كده تمام. طب تعالى معايا، ده البرايمري كوست في مين؟ في الرمل. تعالى انا قلت لك انه هيعمل ديسكاونت وليكن كام على الكميه الكبيره، يبقى الرقم ده ينضرب في كام؟ 0.1. بس ديسكاونت يبقى يتحط في السالب، مش ده هيطرح؟ طب حلو. طب هينقل الرمل بكام؟ زياده 5% فوق تكلفته، يبقى الرقم ده هيتضرب في كام؟ في 0.05. يبقى الرقم ده بالموجب، ما ده هيزود السعر مش هيقلله. يبقى كل متر مكعب هيتنقل ب 75 قرش. الويست الهالك 5%، يبقى ده برضه بكام؟ ب 75. طب الافريج برايس انكريز، احنا زياده الاسعار بكام؟ يبقى هيضرب الرقم ده في 0.15، طلعت بالقيمه دي. كده في التوقيت ده توتال اديشن اند توتال ديسكاونت اللي هيتطرح كله كام؟ ال 1.5 اللي هيتجمع كله كام؟ دي زائد دي زائد دي، طلعت 3 كام؟ يبقى معنى كده التوتال كوست اد اللي هيتضاف بكام؟ ده ناقص ده، طلعت ب 2.25. يبقى التوتال كوست النهائيه كام؟ الرقم اللي فوق ده زائد الرقم ده على طول طلعت ب 17.25. يبقى ده معناه هو رايح يشتغل في الكوست استيميت، هيشتغل الرمل على انه 15 ولا 17.25؟ 17.25. اتفقنا؟ يبقى مفيش مقاول بيحط سعر الماده الخام هو سعر مين؟ الشونه. ده جاي يهزر.
ده كده خسر بالسورس. ما هو حسب بقى ما تطلع بقى انت بتعمليها جدول او انك بتحوليهم كفاكتورز زي ما احنا قلنا كده. خلاص يبقى حسب ما انت عايز تشتغل. اللي الراجل راح كان داخل هنا ب 60 جنيه في الزلط طلع بقى بكام؟ الاسمنت كان بكام؟ طلع بكام؟ الحديد يا لو الحديد ب 3.5 ده احنا نفور 30 بيت النهارده صح كده؟ تمام. هذا بكام ها؟ 4000 كام؟ 25. بعد كده الاونر ريت في مين؟ في الطوب. ال 1000 طوبه راح مطلعهم بكذا وطلعت بكذا. واضح انا قصدي ايه؟ وبيبدا بنفس الاسلوب وراح عامل هنا ايه معلش والنبي؟ ايه الجدول ده؟ هيرد عليا. ده الجدول بتاع الاونر ريت اللي اي واحد مننا في المشروع بقى عايز يجيب سعر الاسمنت مش يالف يروح يجيب من الجدول ده سعر الاسمنت. يبقى احنا كل ماشيين ان السعر ده مواد الخام مالها ثابته للاسلوب ده. اقول تاني ولا اتفقنا؟ طب اتفقنا. اللي انت لما تيجي بعد كده بقى تتكلم الراجل بيتكلم مثلا هنا على البتومين في العزل كان العزل كميته كام اهي؟ 800 وكام؟ و30. هيعرف القدر الاطم اللي عايزها كام ويبدا يحسب وبيقول لك ان برميل البتومين كان بيشتريه بيفرض 20 متر مربع ولا 22. يبقى كده محتاج كام برميل عشان يعمل دي؟ برميل بتومين بيعمل 20 متر مربع، يبقى محتاج كام برميل عشان يعمل يبقى طرفين فوسطين؟ طلع الاكس دي بكام ساعتها؟ ب 42 عشان يعمل الكميه اللي هو عايزها. وراح مدخل البتومين في الجدول كان داخل البرميل بكام؟ 330. طلع ان البرميل بكام في اخر؟ 379.5. وبدا يحسب تكلفته وبدا يحسب حاله. طب لما تيجي تاخد بند زي بلين كونكريت يعني مثلا بند خرسانه عاديه، هل بنحصل خرسانه عاديه ولا كنت بتكسره انت حضرتك؟ مكسره لايه حضرتك؟ فورم وورك. ومين كمان يا باشا؟ وبليسنج. ومين كمان يا باشا؟ تمسك الفورم وورك. الفورم وورك محتاجه ايه؟ خدتوا بالكم من الطريقه؟ الماتيريال وبعدين مين؟ الليبر. الماتيريال، الماتيريال محتاج انت فيها ايه؟ خشب مش كده ولا ايه؟ طب الخشب ده بقى بتشتغل بسعر ايه؟ بسعر المتر مكعب خشب؟ يبقى انت جاي تهزر. ليه؟ سؤال، هو انت بتشتري المتر مكعب، انت بتشتري الخشب تستخدمه مره وبعد كده ترميه؟ بالعقل؟ لا طبعا. يعني معنى كده ان في مين؟ عدد مرات استخدام الخشب. طب اللي تظن بيستخدم كم مره؟ ده الستاندرد الصح. كم مره ويترمي بعد كده؟ 5. طب المسكي؟ حوالي 15. طب الفليري اللي هو العروق الاوايم؟ حوالي 40 مره. طب عندك في مصر لا حدث ولا حرج بقى. في مصر ده بيفضل ورا الخشبه لحد ما تبقى طفش. وبعد ما تبقى طفش بياخدها يولع فيها عشان يتدفى. ولو طايل بعد كده يحولها فحم. والله لا يحولها فحم. اقصى استغلال امثل للموارد. خلاص كده؟ والله غلطان. ماشي. سيبش الحاجه لما يعني. خلاص. طيب يبقى معنى كده وانا هشتغل على الكوست اوف وان يوز. تكلفه المره الواحده كاستخدام. اللي لو سعر المتر مكعب خشب كام دلوقتي؟ انا نفسي مش عارف والله فصل على السوق عليه مده بس ما علينا. افرض مثلا 10000 جنيه انا بضرب اي رقم كده دلوقتي خالص 10000 جنيه انا بقول هستخدم الخشب التصنيع ده كم مره؟ 5 مرات. يبقى معنى كده وانا رايح اشتغل هفترض ان سعر المتر مكعب خشب كام؟ 2000 جنيه مش ال 10000. فهمتوا قصدي ايه؟ بشتغل بالكوست اوف وان ايه؟ يوز. ما هو انك تقول هو سعره كذا ده معناه انك عملت ايه؟ معلش ببسطه قوي استخدمته مره وبعد كده ماله؟ رميت. ولا انت بتعملش كده. طب تعالى حسب هنا بطريقه معينه كده غبيه مالهاش صب في اللازمه هديكم انا حاجه جميله قوي. معادلات الخشب بتاعت المقاولين العرب. بتظن قد ايه المسك قد ايه العلول في الليري قد ايه الكلام ده كله. طلع مثلا انه محتاج هنا كام؟ الكميه اهي. ايه دي الكميه دي؟ 0.112 متر مكعب خشب لكل متر مكعب ايه؟ خرسانه عاديه. ده معناه ايه؟ ان كل متر مكعب خرسانه عاديه محتاج صندوق خشب عشان يتصب جواه كميته كام؟ علامه 1.12 متر مكعب خشب. طب هو مش المتر مكعب خشب فوق إن كان الراجل قايل بكام هنا؟ كان هنا في مثاله ده بكام؟ ب 2500. النمبر اوف يوز كان بكام؟ يبقى معنى كده المره الواحده بكام؟ يبقى ساعتها دي تكلفه المتر مكعب خشب واحد في المره الواحده. طب انت محتاج قد ايه؟ يبقى هياخد الرقم ده يضربه في ده ويطلع الرقم ده.
الرقم طلع كام؟ معناها 56 جنيه دي، معناها انه محتاج ب 56 جنيه خشب علشان يصب مين؟ المتر مكعب خرسانه عاديه. بالهالك 4% راح تطلع كده، بالمسامير راح تطلع ب 5% راح تطلع كده. طيب ده كده كماتيريال، يرجع يحسب كمين؟ كليبر. وانا انت مش معايا، ده الطقم اللي جابه يشتغل بيه، ده الطقم اللي جابه عشان يشتغل بيه، ثلاث عمال، ثلاثة كاربنتر، ها، واثنين اسيستنت، واثنين مين؟ ويبدا يحسب ويشوف. في مشكلة الكلام ده؟ طب دي طريقة، دي طريقة، في طريقة تانية جميلة جدا جدا جدا، تعالى اتكلم معاك فيها اهي. بص معايا لو سمحت، بيجي يعمل الراجل ده؟ ودي الأسعار اللي ممكن تشتغلوا بيها أنتوا دلوقتي. أهي، دي الأسعار أهي. بيعمل إيه؟ بينزل يروح مجمع أجور المعدات والعمالة كاملة، وأسعار المواد الخام كاملة. معايا كده وأنا غلطان؟ آه، يعني الجدول ده عبارة عن إيه معلش والنبي؟ ده عبارة عن إيه؟ ده جدول مين؟ العمال، ده الريس، ده النجار، ده مساعد نجار، ده حداد، ده عامل عادي، ده فرمجي، ده بنا، و و و و و لحد لما يخلصهم كلهم. يبقى كده خلص لحد هنا. دي ايه؟ المعدات، نزل جمعها وشاف. اللي بعد كده من خلال الكلام ده ممكن يعمل هو مين؟ اطقم بايده. طقم النجاره، محتاج اتنين نجارين واتنين مساعدين. خلاص؟ يجيب تكلفتهم منين؟ ما هو معاه النجار الواحد بكام؟ ولا انت مش معايا؟ ومعاه المساعد نجار بكام؟ يبقى يقدر يكون الطقم ويقول لك الطقم ده تكلفته كذا. طب ده عمله في مين معلش والنبي؟ ده في الايه؟ في العماله والمعدات. طب تعالى معايا، طب الماتيريال كوست؟ لا، الماتيريال كوست هينزل بقى يعمل ايه معلش والنبي؟ هينزل يسال على مين؟ على المواد الخام دي كلها. دي بس الاسعار دي جابها ايه معلش انا بقول؟ هيرد عليا دي اولن ريت، اسف دي فيندور، هي لازم يحولها لسه لمين؟ دي اولن ريت. وصلت ولا مش وصلت؟ طب بعد ما يحولها الاولن ريت هيبدا بقى يكون من الكلام ده الفرق بتاعته اللي يشتغل عليها، الفرق والعمال. فريق الحفر، فريق الحفر محتاج ايه؟ حفار، لودر، قلاب. قلاب دي لاد ترك، عربيه النحل. انتوا معايا يا ولاد؟ تمام. الانتاجيه بتاعتهم كانت كذا في اليوم، تكلفه الطقم كذا في اليوم، يبقى تكلفه المتر مكعب حفر كذا. طب جاب تكلفه المتر مكعب حفر كذا دي ازاي؟ ما هو بالراحه، صلي على رسول الله، مش دي تكلفه اليوم؟ وانا غلطان؟ في اليوم ده بيطلعوا كم متر مكعب حفر؟ 250. ما هو كاتب لك 250 متر مكعب حفر، يبقى معنى كده معايا تكلفه المتر 250 مكعب حفر، المتر مكعب حفر منهم كده هيتعمل بكام؟ خلاص خلصت. يبقى ال 4000 على كام؟ على 250. يطلع المتر مكعب حفر واقف عليه بكام؟ كتكلفه كده 16 جنيه. دي طريقه اسهل من اللي احنا عملناها بكتير من شويه. واضح انا قصدي ايه؟ طب كلام جميل. فريق الردم عباره عن ايه؟ لودر، اربعه عامل، عامل ميه. بيطلعوا كام في اليوم؟ 120 متر مكعب، تكلفتهم كذا يبقى كذا. طب هو جاب التكاليف دي منين؟ انه طلع في الجدول اللي فوق جمع الحفار كان بكذا، اللودر بكذا، القلاب بكذا. فهمت انا قصدي؟ انا ما فهمتونيش. يعني الجداول اللي فوق دي هي اللي بتساعده انه يقدر يكون منها مين؟ تكلفه الفرق تحت. اه، دي كويسه جدا تشتغلوا بيها دلوقتي، موجوده في السوق. خلاص، دي حديثه يعني بالظبط من اربع خمس شهور، مش بعيد قوي. واضح انا قصدي ايه؟ اه، والانتاجيه دي شغاله صح مش غلط. معايا يا جماعه انا قصدي ايه؟ بعد كده ده فريق مين؟ الصب. بص بقى، ده كل العمال اللي عنده. بعد كده ها، ده الانتاجيه كام؟ 55 متر مكعب للاساسات، 30 كذا، ده كذا، ده كذا. ده خلطها نحل على فكره. يبقى دي معدلات انتاجها لما تيجي تصب في اليوم كام؟ طب خلطها نحل بتطلع كام في اليوم؟ في المتوسط كام في اليوم؟ ما بتزيدش ابدا عن 70 متر مكعب في اليوم. ده كده رقم كويس قوي بالنسبه لي. على عكس البامب، البامب قصه ثانيه. واضح انا قصدي ايه اكيد؟ البامب معتمد اعتمادك كليا وجزئيا على مين؟ على عدد العربيات اللي طالعه لك من محطه مين؟ الخلط. البامب معتمد على عدد العربيات اللي طالعه من محطه الخلط. واضح؟ تمام. تعالى لي. تكلفه الصب، بعد كده فريق النجاره المسلحه، بعد كده ها فريق الحداده. انتوا واخدين بالكم اللي عمله ده الراجل؟
يعني الراجل حاطط لكل بند مين الفرقه اللي تشتغل عليه، او بمعنى اصح الطقم اللي يشتغل عليه. طب ده كده كريسورس مظبوط كده. بيرجع يعمل الراجل ايه بقى معلش والنبي، بيعمل مين؟ بيعمل كوست استيميت. ادي الكوست استيميت بتاعه اهو اللي هيدخل فيه الراجل بقى يعمل ايه معلش والنبي. هيدخل جوه بقى ويمسك كل بند من بنود مشروع حضرتك ده يا باشمهندس، ويبدا يشوف تكلفته هتبقى كام طبقا للكميه بتاعته، تقدير التكاليف بقى. مسك اول حاجه اعمال الحفر بيستخدم كذا، والتكلفه الحفر كذا، ادي الدايركت كوست، وادي الردم، وادي وادي وادي. بدا يمسك كل البنود ويطلع مين؟ رد عليا تكلفتها. بعد ما بيطلع التكاليف كامله لكل البنود اللي عندك دي، بيطلع بقى يعمل مين؟ بيخش على مين يا باشا؟ على الاكتيفيتي مين؟ الاكتيفيتي ليست ويز ديوريشن. دي عباره عن ايه معلش بقى؟ الاكتيفيتي ليست ويز ديوريشن دي بقى دي فيها كل نشاط، كل نشاط اهو بقى بيحطه من الانشطه اللي هو كسرها، ويحط معاها هنا مين؟ الوحده، وهنا الكميه، وهنا المده الزمنيه بتاعتها كام؟ ده كان هياخد كذا، وده هياخد كذا، وده هياخد كذا. واضحه انا قصدي ايه؟ تمام. اللي ده كده في البدايه كان عباره عن مين؟ ده الورك بريك داون ستراكشر اللي هو كان عامله للمشروع. طبعا الكلام ده احنا اتفحتنا فيه. تمام. اللي ده كده كان عباره عن مين؟ ده جاي ده قائمه حصر الايه؟ الكميات. وادي ده كده مين؟ التفريده بتاعتك كتكسير. ده الانشطه. دي الانشطه. وده قوائم مين؟ الانشطه بتاعتك. اللي لازم الكلام ده في النهايه يتحول يخش بيه على مين؟ قائمه حصر الايه؟ الكميات، ويعمل المقايسه. ادي المقايسه هنا اهي. ادي المقايسه هنا اهي. فيها ايه المقايسه دي ببساطه؟ ده كده كل مين؟ ده كده كل بند من بنود المشروع. قدامه هنا مين؟ الوحده والايه؟ والكميه. ايه ده بقى اللي موجود ده كسعر؟ ايه السعر ده؟ ده سعر المتر المكعب الواحد، او سعر الفئه اللي جنبه السعر مين؟ الاجمالي. اللي انت بقى لو مثلا مشروع تخرج، مثلا مشروع تخرج، اوعى تروح تعمل الكوست استيمنت وتقارن الاسعار اللي في الكوست استيمنت باللي في المقايسه. اسف، تقارن التكاليف اللي في الكوست استيمنت في المقايسه. ليه؟ اللي انت عملته في الكوست استيمنت ده بيمثل مين دلوقتي؟ تكلفه. اللي في المقايسه اللي انت شاريها وغيرها بتاعت المشروع ده سعر. فهمت انا قصدي ايه؟ يبقى ممنوع تقارن دي بدي يا حبيبي. لما تروح تضرب الكوست بتاعتك في البرايس فاكتور الاول، وبروح قارن بمين؟ اللي موجود في المقايسه، وشوف بقى الراجل ده شغال صح ولا الاسعار مظبوطه ولا ايه الدنيا وايه الظروف. واضحه انا قصدي ايه؟ يعني عندي اكتر طريقه، اكتر من طريقه في مين؟ في الكوست استيميت او في حصر الكميات. اتفقنا يا جدعان؟ ماشي. طيب بعد كده، بعد كده المفروض انه بيحط كل البنود بتاعتك بالكمالات المشروع بالكامل اهي. وادي بنود المشروع هنا مكملها برضو الراجل اهو. حاطط هنا بقى مين؟ واخد بالك؟ الدايركت كوست ومين؟ والبرايس. بس خلي بالك لو انت رحت سلمت المقاول الدايركت كوست المالك الدايركت كوست، يبقى انت راجل مش هقول لك عبيط، انت برياله، لانه كده هيعرف انت كسبان كام. فتخلي بالك دايما وانت بتعمل اي مشروع، بنعمل حاجه اسمها الريكاب شيت، وده اللي بنحط فيه الدايركت كوست، وبنحط فيه مين؟ البرايس. واللي بيتسلم للمقاول حاجه اسمها البرايس بيل اوف كوانتيتي، قايمه حصر الكميات الايه؟ المسعره، اللي كل اللي فيها عباره عن ايه؟ اللي كل اللي فيها عباره عن الاولاني ده. ايه الاولاني ده؟ الوحده والكميه والفئه والاجمالي كسعر. ده عايزه يعرف زمن كام؟ لان انا معايا برنامج زمني مديهوله، تمام؟ ومش عايزه يعرف مني اي مين؟ اي تكلفه على الاطلاق تذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن عمليه الريسورس مانجمنت على برنامج البريمافيرا فيرجن 6. لو جينا نتكلم في الريسورس مانجمنت، بنقول ان عمليه اداره الموارد هي عباره عن عمليه اداره كل الموارد الداخله للمشروع، او بمعنى اصح لكل نشاط من انشطه المشروع، حيث ان كل نشاط ممكن يتطلب اكتر من نوع من الموارد. هذه الانواع من الموارد هم اربع انواع اساسيه: الليبرز، الاكويبمنت، الماتيريال، والسب كونتراكتور. فبنقول عندنا ان اي نشاط ممكن يكون محتاج ليبر واكويبمنت، ممكن ما يكونش محتاج ماتيريال. ممكن الاقي نشاط محتاج سب كونتراكتور، وبالتالي ما بتملكش ان انا اجيب له الثلاثه اللي فوق دول. طيب تمام.
لو جينا نتكلم بقى عن الليبرز والاكويبمنت، بنقول ان الليبرز والاكويبمنت دول عبارة عن احتياج المشروع من عمالة ومعدات. هذا الاحتياج بنفترض انه دايما بيكون على هيئة اطقم. يعني لما بتكلم عن الليبرز ما بتكلمش ان انا عندي فيه عامل واحد او اتنين عمال، انا بتكلم على اساس ان انا عندي كمية اطقم، يعني الطقم فيه كذا عامل. لما بتكلم عن الاكويبمنتس برضو بتكلم على مجموعة عامة معدات موجودة للبند الواحد. بالله عندنا بقى دايما وحدة قياس الليبرز والاكويبمنت، نظرا لان هي بتديني معدل الانتاج، فبالتالي بتشتغل معايا بالساعة، بالوقت بمعنى اصح، مش بالساعة، بالوقت. لكن على البرنامج عندنا ان شاء الله هنتعامل معاها باليوم زي ما هنشوف بعد كده. لكن لو جينا على الماتيريالز، بنلاقي في الماتيريالز جميع الوحدات المختلفة الموجودة. بقى ممكن الاقي في الماتيريالز طبعا وحاجات ممكن تقاس بالمتر الطولي، ممكن تقاس بالمتر المربع، ممكن تقاس بالمتر المكعب، ممكن تقاس بالطن، ممكن تتقاس بالوحدة يعني بالعدد بالإيتش، تمام؟ طيب معنا بعد كده رابع نوع من أنواع الموارد اللي هو الساب كونتراكتور. بنقول الساب كونتراكتور ده عبارة عن إسناد بعض البنود لمقاولين باطن، وبالتالي بدل ما هتسند البند المقاول باطن، فأنت مش محتاج لا ليبر ولا إكويبمنت ولا ماتيريال، انت محتاج انك تدفع الفلوس للمقاول الباطن ده، انك تستلم الحاجه تيرنكي، تسليم مفتاح من المقاول الباطن. الكلام ده بيظهر معايا بقى في بعض البنود زي السباكه والكهرباء والنجاره واعمال اسانسيرات واعمال الكتروميكانكس. عشان خاطر كده لازم نقدر نعرف كل نشاط من انشطه المشروع محتاج قد ايه بالظبط من العماله والمعدات والمواد الخام، بس بالاخص في عمليه العماله والمعدات ان هي بتكون على شكل قطن، بتكون على شكل اطقم عندنا بالشكل ده كده. طيب تمام، بما انك انت بقى بتتكلم في الريسورس مانجمنت، عايزين نحط تولز معينه هنقدر نستخدمها لاكتر من حلقه، لان احنا الريسورس مش هنخلصها على حلقه واحده، فهنخلصها ممكن على ثلاث حلقات او اربعه كمان. فبالتالي نمسك خطوات العمل بتاعتنا في الحلقات دي، هنلاقي عندنا ان خطوات العمل اول حاجه عندنا رقم واحد ان احنا هنستعرض كيفيه عمل حسابات التكاليف لبعض البنود من المشروع، ومدى احتياجها من اطقم عماله ومعدات ومواد خام، وما اذا كانت ستسند لمقاول باطن. يعني همسك بند اكتر من بند بنود المشروع وابدا اشوفه، احلله واشوف كل بند بنود المشروع دي محتاجه ايه بالظبط من عماله ومواد خام ومعدات، واذا كان البند هيتسند لمقاول باطن اقدر اعرف زمنه قد ايه وتكلفته قد ايه فقط لا غير. بعد كده هنستعرض انواع المدد الزمنيه للانشطه. يعني في مده زمنيه ممكن اقدر اسميها فيكسد يونت، في فيكسد ديوريشن اند يونتس، في اكس، في فيكسد ديوريشن اند يونتس بير تايم، تمام. في عندي اربع انواع من المدد الزمنيه، هنشوف بحتاجهم امتى وبتعامل معاهم ازاي. تالت حاجه عندنا ان شاء الله هنتكلم فيها اللي هي استعراض جداول الموارد المطلوب ادخالها للبرنامج. بعد كده هنتكلم في كيفيه ادخال الموارد دي بقى للبرنامج. بعد كده هنتكلم في خامس خطوه واللي هي الاخيره بالنسبه للريسورس مانجمنت، هي كيفيه تخصيص الموارد بقى على الانشطه المختلفه وحساباتها. وبالتالي مهمتنا النهارده ان شاء الله اللي هتتلخص في حلقتين ان احنا نستعرض كيفيه عمل حسابات التكاليف لبعض بنود المشروع، ومدى احتياجها من اطقم عماله ومعدات ومواد خام، وما اذا كانت ستسند لمقاول باطن. لو جينا على الخطوه دي هنلاقي ان احنا عندنا هنا في الخطوه دي اول حاجه ان احنا نمسك البنود نفصلها. لو جينا مسكنا بند زي بعمل المدنيه اللي هي السايت بريبريشن، اعداد الموقع، قال لي اعداد الموقع ده في البدايه لازم اعرف ايه انواع الريسورس المطلوبه، الريسورس نيدد. الريسورس نيدد بالنسبه لي كانت عباره عن ليبرز واكويبمنت. قال لي الراجل ده انه كان هينفذ البند ده في يوم واحد كديوريشن، وبالتالي كان جايب طقم المعدات، طقم العمال اللي عنده كان 4 ليبرز، تكلفه العمل الواحد 30 جنيه، فبالتالي كان تكلفه العمال 4 في 30 جنيه ب 120 جنيه. الاكويبمنت اللي كان هيجيبها عشان يعمل اعداد الموقع اللي هي التسويه والمسح الكامل للموقع ونظافه الموقع، قال لي كان هيجيب اكويبمنت. الاكويبمنت دي كان الطقم بتاعي على بعضه كده زي ما احنا شايفين، بيتكون من عدد واحد لودر تكلفته اول ان رينت ريت ب 600 جنيه في اليوم. هنعرف يعني ايه اول ان رينت ريت. عدد واحد وان سكريبر تكلفته اول ان رينت ريت 400 جنيه. كلمة اول ان رينت ريت ديت عبارة عن تكلفة لا تشمل فقط تكلفة ايجار المعدة، ولكن تشتمل على تكلفة الاعطال، تكلفة الصيانة، تكلفة التشغيل،
تكلفة الإهلاك، تكلفة الاستثمار، يعني تكلفة الفرصة البديلة بمعنى أصح، لأنك ممكن تشتري اللودر ده أو ممكن أنك تحط فلوسه في حاجة تانية. يبقى معنى كده ان انا بالنسبه لي الفلوس اللي بستخدمها كلها عندي في الاكويبمنت او في الليبر دي ايجار، بتبقى بالنسبه لي اون رينت ريت. لكن لما تيجي نشتغل في الموارد ان شاء الله اللي هي الماتيريال، هنلاقي ان انا دايما بشتغل عليها حاسس ان هي اول ان ريت. لكن الكلام ده يبقى بالنسبه لي اول ان رينت ريت، يعني لا يشمل فقط سعر المعده كايجار، ولكن يشمل كل المصاريف خلاف الايجار على المعده، زي ما قلنا اهلاك، استثمار، قطع غيار، تشغيل، تأمين على المعدة كمان. الكلام ده كله بحطه في الاعتبار. وبالتالي هتلاقي عندنا تكلفة المعدات كانت بالنسبة للبند ده عبارة عن 600 في واحد و 400 في واحد، تطلع ب 1000 جنيه. بمعنى كده ان التوتال كوست بتاعت البند ده عندنا تطلع ب 1120 جنيه. ده كده كان بند السايت بريبريشن. لو جينا اشتغلنا بعد كده على تاني بند عندنا اللي هو الاكزيكيفيشن اكتيفيتي، هنلاقي ان البند ده عندنا فروم كوست استيميت، ان الراجل ده كانت كمية البند عنده هيحفر في الساند سويل كانت كميتها عبارة عن 2500 متر مكعب حفر. الحفر بيتم عن طريق ان انا ممكن اجيب حفار واستخدم معاه تراكس، ان الحفار يحمل في التراك على طول، او ان انا ممكن اجيب الحفار يخلص الحفر تماما ثم اجيب لودر هو اللي يحمل فيه التراكس. دي بتبقى بروسيدر او موديول معين انت بتتم من خلاله تستخدمه، وده طبعا على اساس التوفير بتاع المعدات في الموقع. فسي ان احنا هنتعامل مع هنا في البند بتاعنا على ان انا هجيب الحفار ومعاه اللودر ومعاه التراك، تمام؟ يبقى الحفار هيخلص ثم اللودر يقوم باخذ الحفر، ناتج الحفر من الحفار، ويبدا انه اللودر يحمل فيه عربيات نقل ناتج الحفر. فبالتالي كان الراجل ده مديني طبعا فيه هنا اصلا كمان في بند ناتج الحفر، احنا مش هنتعمق فيه قوي بس هنعرف حاجات اساسيه عنه. ان انا بتكلم في ان في حاجه اسمها السايكل تايم للشوفل او الحفار، وفي سايكل تايم للتراك اللي هي بتاخد ناتج الحفر وتروح توديه وترجع. السايكل تايم بتاعت الاكزيكيفيشن الاكزيكيفيتور نفسه اللي هو الشوفل الحفار، بتبقى عباره عن انه بيحصل له سوينج، بيبدا ان هو يعمل عمليه تحريك الذراع بتاعه عشان يصب فيه اللودر او يصب فيه العربية التراك، ثم سوينج باك يرجع تاني ياخد من الموقع، ثم عملية اللودنج التحميل نفسها للتراك الموجودة. ده بالنسبة للشوفل اللي هو الحفار. طب بالنسبة للسايكل تايم بتاعت التراك، قالك سايكل تايم التراك تتضمن مجموعة هذه الازمنة، يبقى توتال سايكل تايم اوف تراك، توتال سايكل تايم اوف تراك دي عندنا بتتضمن مين؟ لودنج تايم، الوقت اللي بتاخده في التحميل، اللي الوقت اللي بياخده فيه الشوفل او اللودر ان هو يحملها، ثم وقت ذهابها ان التراك دي العربيه تذهب تروح تودي ناتج الحفر في المكان اللي هو نقل ناتج الحفر، تمام؟ طيب الوقت بقى اللي بتاخده في تفريغ ناتج الحفر بسميه دامبنج تايم. طب عشان ترجع تاني تروح قدام الحفار تاني بسميه ريتيرن تايم. طب عشان تاخد عمليه المناوره وتكون على اهبه الاستعداد تماما مره اخرى ان الحنه تتحمل من الحفار او من اللودر بسميه مانوفرنج تايم، تمام؟ وبالتالي بيطلع من موديول معايا من هنا، واطلع في الاخر بالنتيجه ان انا كنت محتاج النمبر اوف تراكس 1.81%. المفروض في الوقت ده ان انا بشتغلش على 2 مباشره، لا ده انا اما اشتغل على 1 او يا اما اشتغل على 2. ده بيعتمد على تكلفه المتر المكعب الواحد من الحفر نتيجة استخدامي مرة حفار واحد ومرة حفارين. يعني سي لو كانت دي مثلا بتسعة واثنين من عشرة، يبقى ممكن استخدم 9 وممكن استخدم 10. طبعا هنا طبعا احنا ألجأنا على طول عشان مش عايزين نستفيد في الحصر في شرح الحاجات دي، فبنقول مثلا ان هنا على طول اشتغل باثنين تراك، فبالتالي بدأ عنده الطقم بعبارة عن بالشكل ده كده، واحد حفار واحد لودر اثنين تراك، كانت انتاجية الطقم ده على بعضه كده كعمالة 1250 متر مكعب في اليوم. طيب تمام، لكن لو احنا عايزين بقى نستفيد بجد في الموضوع ده، بيتم ايجاد ان كميه الناتج بيتم ايجاد معدل انتاج هذا الطقم بناء على الكيوينج سيستم اللي هو صفوف الانتظار. دي طريقه كنا بنستخدمها عشان نطلع بيها معدل انتاج بالظبط، لان دي بتحاكي اللي بيحصل في الموقع بالظبط. وعدد الحفارات نفسه او عدد اسف التراكات ده بجيبه عن طريق حاجه اسمها التايم سكيل. نرسم تايم سكيل بتاع السايكل تايم للحفار والتايم سكيل بتاع السايكل تايم للتراك، وابدا اتعامل مع الاثنين واشوف المجهول بتاعهم هيتم ازاي، وعلى اساسه بختار
ان معدل الانتاج يا اما يجي من الحفار او يا اما يجي من التراك. وطبعا احنا عارفين ان معدل الانتاج دايما بيجي من المعدة التي لا التي تعمل بدون توقف، يعني بتكون working continuously. طيب تمام، لو جينا بقى نبص على معدل الانتاج هنلاقي ان عندنا محتاج في بند الحفر حاجتين، عمالة ومعدات. فلو جيت تبص على المعدات هنلاقي المعدات عندنا الراجل جايب حفار، تكلفة الحفار all in rent rate برضو، يعني ده مش سعر ايجاره بس، يبقى عبارة عن 800 جنيه في اليوم، واللودر ب 600 جنيه في اليوم، واثنين ترك تكلفة الواحد فيهم 300 جنيه. طيب تمام، هيجيب بعد كده طقم العمالة عبارة عن اثنين unskilled labor تكلفة الواحد فيهم 35 جنيه. معنى كده ان duration هتساوي كام؟ هتساوي الكوانتيتي على البرودكشن ريت في النمبر اوف كروز، يبقى مده تنفيذ النشاط بتساوي كميه النشاط على معدل انتاجه في عدد الاطقم اللي انا بستخدمها. طبعا انا مستخدم هنا كم طقم؟ طقم واحد. انتاجيه الطقم 250، كانت كميه النشاط فوق 2500، فبالتالي الديوريشن هتساوي 2500 على 250 في واحد، تطلع ب 10 ايام. طب معنى كده بقى ان انا عايز اجيب تكلفه العماله ل 10 ايام وتكلفه المعدات ل 10 ايام. بجيبها ازاي؟ بنقول ان الحفر بيتم، او اسف، ان تكلفه الاكويبمنت دي عباره عن تكلفه الطقم كله في اليوم الواحد في عدد الاطقم في عدد ايام العمل. فمعنى كده ان تكلفه الطقم الواحد لليوم الواحد كام بقى؟ 800 جنيه زائد 600 جنيه زائد 2 في 300. اضرب ده كله في واحد، لانه طقم واحد، اضربه في 10 لانه 10 ايام، طلع معايا ب 20,000 جنيه. طب الليبر كوست، تكلفه العماله، هم عباره عن اثنين عامل ب 35 جنيه في كام يوم؟ في 10 ايام، تديني 700 جنيه. معنى كده ان الاكويبمنت كوست والليبر كوست الاثنين مع بعض طلعوا معايا مجموعهم ب 20,700 جنيه. معنى كده ان الدايركت كوست للمتر المكعب الواحد حفر هقسم التوتال كوست على بالظبط الكوانتيتي، يعني هقسم التوتال كوست اللي هي 20,700 على 2500، طلعت معانا ب 8 جنيه و28 قرش لكل متر مكعب حفر. تمام، معنى كده ان الملخص او السمر بتاع البند بنقول ان الايتم ده عباره عن اكسكيفيشن ان ساند سويل، الكوانتيتي كانت 2500، اليونت متر مكعب، اليونت دايركت كوست لكل متر مكعب عباره عن 8 جنيه 28 قرش، التوتال دايركت كوست 20,700. طبعا انا في البريمافيرا هندخل الكلام ده بس بموديول معين وطريقه معينه، لان احنا زي ما اتفقنا النهارده ماشيين على خطوات ثابته في عمليه الادخال، الا وهي ان احنا هنستعرض مجموعه بنود ثم بعد كده هنستعرض الحاجات الباقيه. يبقى حلقتنا النهارده كلها بتدور على استعراض كيفيه حساب تكلفه بعض بنود المشروع. لو جينا بعد كده على بند الباك فيلنج، الردم، قال لي في الردم بقى مش هتبقى عماله ومعدات بس، يبقى في مواد خام كمان اللي هو الرمل. فلو جينا نبص عندنا هنا بقى في الموارد المطلوبه هنلاقيها عباره عن معدات، عماله، مواد خام. في عندنا حاجه اسمها البرودكشن ريت، معدل انتاج، ده دايما اللي بجيب منه زمن النشاط. لو البند فيه معدات وفيه عماله بتكون طبعا لو جينا نتكلم على معدل الانتاج نفسه ده بيجي يا اما من معدات يا اما بيجي من عماله، لكن عمره ما بيجي من مواد خام. فلو البند كظهر فيه معدات وعماله بتكون اغلبيه، يعني في الاغلب بيكون معدل انتاج جاي عن طريق المعدات. لكن لو البند ظهر فيه عماله ومواد خام فقط فبالتالي بتكون البرودكشن ريت او معدل الانتاج جاي عن طريق العماله اللي من خلاله وبدوره بجيب زمن تنفيذ النشاط. تمام، طبعا الكلام ده بيحصل، بنلاقي دايما يعني حاجات اللي هي الاستراكشر او السيفل، اعمال السيفل كلها او الاستراكشرز اللي هي الخرسانات بالكامل بتكون تقريبا معتمده دايما في معدلات الانتاج على المعدات. لكن في التشطيبات بتلاقي دايما عندك عماله وعندك مواد خام زي بنود الطوب، السباكه، الكهرباء، المحاره، الدهانات، التشطيبات عامه كلها بتكون معتمده في حد ذاتها على عماله او انتاجيه الطقم الموجود كعمال. فلو احنا نتكلم هنا هنلاقي من قائمه حصر الكميات ان الراجل ده كان مطلع كميه الردم 2100 متر مكعب، وطقم المعدات اللي كان هيستخدمه في الحفر كان عباره عن رولر عدد واحد، اسف، رولر عدد واحد سعر اول ان رينت ريت 550 جنيه، هيجيب لودر سعره 600 جنيه، هيجيب اثنين تراك سعرهم 300 جنيه للتراك الواحده، هيجيب خزان عربيه ميه، عربيه الميه دي تكلفتها 170 جنيه في اليوم. معدل انتاج الطقم ده كله على بعضه كعماله بيدي كمعدات بيديني 400 متر مكعب ردم في اليوم.
كعماله الراجل ده هيجيب برضه 2 اون سكيل ليبر، تكلفه الواحد 35 جنيه. معنى كده ان الديوريشن هتساوي ايه؟ طبعا هو جايب برضه هنا طقم واحد معدات، يبقى الديوريشن هتساوي كام؟ الكوانتيتي على البرودكشن ريت في النمبر اوف كروز اللي هو بواحد، يعني عباره عن 2100 على 400 في واحد تطلع معانا بخمس ايام وربع، يعني تقريبا 6 ايام. طب الاكويبمنت كوست بنفس الموديول اللي عملناه فوق بالظبط، هجيب تكلفه العماله، تكلفه المعدات اليوم الواحد، الطقم ده لليوم الواحد اضربه في عدد الايام العمل في عدد لطهم. طبعا عدد لطهم عندي كان هنا برضو كام؟ واحد. طب تكلفه الطقم الواحد في اليوم الواحد كام؟ 550 زائد 600 زائد 2 في 300 زائد 170، طلعت ب 11520. تمام. طب الليبر كوست عباره عن برضو 2 في 35 في عدد ايام 6. طيب نيجي نبص بعد كده بقى مجموع الليبر والاكويبمنت، طلع معايا ب 11940. بعد كده الماتيريال كوست، انا هستخدم مين؟ انا هستخدم الساند. فبالتالي لما تيجي نتكلم هنا بقى على ان الراجل ده هيستخدم الساند، الساند دي طبعا ماتيريال. زي ما كنا بنقول ان احنا دايما لما كنت باجي اشتغل على الاكويبمنت كنت بجيب لها حاجه اسمها اول ان رينت ريت، سعر لا يشمل فقط سعر الايجار ولكن يشمل مجموعه التكاليف الاخرى المحمله على هذا او على هذه المعده. بنفس الطريقه بالنسبه للساند، انا لما بشتري الساند من عند المورد او اي ماتيريال بشتريها من عند المورد بسعر. طب عشان توصل معايا لمكان الموقع بتاعي ثم الى مكان تجهيزها ليتم استخدامها كماده خام فعليا في الموقع، دي لها سعر تاني. الكلام ده بيتوقف على ايه؟ ان انا بشتري من عند المورد بسعر اسمه الفيندر برايس او البرايمري كوست او برايمري كوتش. تمام. البرايمري كوست ده او الفيندر برايس ده بستخدمه ان ده يبقى يعتبر بالنسبه لي السعر المبدئي، لكن لسه في تكلفه نقل من عند المورد لحد الموقع، في تكلفه هالك، انه اكيد هيحصل كميه هالك في الموقع في الرمل ده، يعني لما اجي استخدمه مش هيفضل هو نفس الكميه، جايبه 10 متر مكعب يفضلوا 10 متر مكعب في الموقع، يفضلوا 10 متر مكعب في الصب، لا مش هينفع، او في الرد. تمام. في كمان نسبه زياده او نسبه تعرض في زياده في الاسعار، لان انا الكوست استيمت اللي بعملها حاليا دلوقتي دي ممكن انا بعملها دلوقتي ولما اجي انفذ بعد 4 شهور او 5 شهور لما يجي البند ده يشتغل، فبالتالي ممكن يحصل في الاسعار ايه؟ زياده، فلازم اخد الكلام ده معايا في الاعتبار. تمام. يبقى لو جينا بقى نتكلم على الماتيريال بقى عامه ونطلع من البند ده ونخش على الماتيريال عامه عشان نشوف الراجل ده لما جاب تكلفه المتر المكعب من الرمل اللي هي 17 ربع دي جابها منين؟ هو قال لك الماتيريال كوست عباره عن ساند، وهو لما بيردم بيردم بساند، يبقى الكميه كلها 2100. طب وفي سعر المتر المكعب لواحد ساند كام؟ 17 جنيه وربع، طلع معاه بكذا، يبقى التوتال كوست بكذا، يبقى الدايركت كوست برضه المتر المكعب عباره عن التوتال كوست على كميه البند، طلعت معايا ب 2 جنيه و22 جنيه و94 قرش. طب ال 17 جنيه وربع دول جم منين؟ جم بقى عن طريق اول ان ريت. انا هنا جمعت لكم مجموعه من الاسعار بتاعت الموارد او المواد الخام وازاي نحولها بالجدول بتاعها من برايمري كوست او فيندر برايس الى اول ان ريت. فلو جينا مسكنا الساند هنلاقي عندنا انا بعمل هنا الجدول ده عباره عن 4 اعمده. العمود الاول بيمثل الفاكتورز، العوامل اللي هتاثر معايا، ثم هنا السالب ده او الماينس ده بيمثل معايا الديسكاونت، الحاجات اللي هتطرح، ثم البلس دي بتمثل معايا الحاجات اللي هتتجمع. تمام. لكن التوتال دي عباره عن السعر الكلي. لو جينا نبص معايا هنا بقى هنلاقي ان اول حاجه عندنا في الفاكتورز بحطها البرايمري كوست، سعر المورد، ده اللي بسال عليه عند المورد. سالنا لقينا ان سعر الرمل دلوقتي 15 جنيه للمتر المكعب واحد رمل. تمام. طيب كان الراجل ده لو انا هشتري منه كميه كبيره كان هيعمل لي ديسكاونت على المتر المكعب الواحد 10%، يعني معنى كده هضرب ال 15 في كام؟ في 1/10، تديني هنا 1.5 جنيه. يبقى معنى كده ان الراجل ده كان هيعمل لي على كل متر مكعب هشتريه خصم 1.5 جنيه على ال 15. تمام. لكن كان في نسبه نقل بقى، الهاندلنج كانت 5%، ان كل واحد متر مكعب هيكلفني نسبه نقل ليه 5%. 5% يعني كام؟ يعني 75 قرش. ما انا بضرب ال 5.05 في 15 اللي فوق دي في ال 15 دي. طيب تمام. لو جينا نتكلم بعد كده على الويست، طبعا في نسبه هالك، قال لك نسبه هالك هتاخدها برده معاك ب 5%. طبعا نركز ان الكلام ده كله بيزود في السعر لكن الديسكاونت كان بيقلل، فده اللي بيتحط في خانه مين؟ الماينس، لكن ده اللي بيتحط في خانه البلس، فده الويست ب 5%. طب الكونتنجنسي فور برايس انكريز دي بقى اللي بيزودها شويه بقى،
اللي هي نسبه الزياده في حدوث الاسعار بحطها ب 15%. يعني انا متوقع ان ساعه التنفيذ ان سعر الرمل بدل ما هيبقى 15 لا ده هيزيد بنسبه كام؟ 15%، يعني هيزيد ب 2 جنيه وربع، يعني هي برضه عباره عن 0.15 في ال 15 اللي فوق دي. بعد كده بقى بطلع الخانه دي بتبقى عباره عن توتال اديشنز اند ديسكاونت. بتيجي تعمل سميشن للعمود ده وسميشن للعمود ده. سميشن للعمود ده عباره عن كام؟ الواحد ونص بس. طب سميشن العمود ده عباره عن 0.75 0.75 2.25 طلعت معانا ب 3.75. هنا بقى بطلع التوتال كوست ادد، الفلوس اللي هتنضاف كلها تبقى كام في الاخر؟ هتبقى عباره عن التوتال ادد ناقص التوتال ديسكاونت، طلعت معايا ب 2 جنيه وربع. معنى كده التوتال كوست تطلع بكام؟ بقى مش 15 تطلع ب 17 وربع، ودي كانت اللي موجوده عندنا فوق بالرقم ده كده. يبقى احنا كده فهمنا كده الرقم ده جه منين. طب لو انت كده كنت شغال مين؟ رمل. طب لو انا شغال بقى جرافل، لو انت شغال جرافل برضو بتسال بنفس الطريقه على سعر المتر المكعب بره عند المورد بكام؟ ب 60 جنيه. عملنا نفس الجدول ونفس الحكايه، طلع ان سعره في الاخر 69 جنيه. يعني بدل ما هستخدمه في الكوست استيميت ب 60 كان فيندر برايس او برايمري كوست هستخدمه ب 69 جنيه. طب لو جينا نتكلم على السيمنت برضه سالنا كان ب 550 زائد 27 جنيه ونص نتيجه الفاكتورز دي بقى ب 577 ونص. جينا نتكلم على الستيل بدل ما كان ب 3000 ونص زاد 525 جنيه بقى ب 4025 جنيه. برضه سعر الالف طوبه كان ب 320 جنيه نتيجه الزياده بقت 368. جينا احنا بقى لميت لكم هنا بقى مجموعه الحاجات اللي عملناها فوق دي في جدول تحت عباره عن اول ريت فور ماتيريالز. سيمنت الواحد طن بكذا، الساند الواحد متر مكعب بكذا، الجرافيت الواحد متر مكعب بكذا، الووتر الواحد متر مكعب بكذا، الستيل بكذا، البريكس بكذا. دي الكوست دي بقى مش عباره عن فيندر برايس، دي عباره عن اول ريت بالنسبه لمجموعه الموارد دي كلها. طيب تمام كده بنكون استعرضنا الجزئيه دي. لو جينا بقى ناخد اخر بند عندنا في حلقتنا النهارده ان شاء الله اللي هو بند الايزوليشن اللي هو بند العزل. لو جينا نتكلم في بند العزل ده عندنا هنقول ان احنا دايما بنعزل بالنسبه للقواعد باستخدام البيتومين المقاوم للرطوبه. الراجل ده قال لي بقى ان هو كان كميه البند عنده 830 متر مربع عزل. الراجل ده بقى كان هيجيب طقم العمال عنده، طقم العمال اللي كان موجود معاه ده عباره عن 3 عمال سكيلد مهره، تكلفه الواحد فيهم 50 جنيه في اليوم، معدل الانتاج بتاع الواحد فيهم 75 متر مربع في اليوم. هنا كان هيجيب بقى 3 تطقم يشتغل بيهم، فلما كان هيجيب 3 تطقم يشتغل بيهم كانت الديوريشن هتساوي كام بقى؟ زي ما كنا بنقول هتساوي الكوانتيتي على البرودكشن ريت في النمبر اوف كولز. طيب الكوانتيتي عباره عن 830، طب البرودكشن ريت عباره عن كام؟ 3 عمال، عامل الواحد بيطلع 75 متر مربع في اليوم، يبقى معنى كده انا معدل انتاج الطقم الواحد 225، يعني عباره عن 3 في 75. تمام؟ في 3 تطقم يبقى معنى كده عباره عن كام بقى الريزلت في الاخر؟ عباره عن 830 على 3 في 225، طلع معايا ان الراجل ده محتاج يعزل في 3 ايام 69% يوم، يعني هيطلع معانا تقريبا 4 ايام. لو جينا نتكلم بقى على الليبر كوست هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن تكلفه طقم العماله الواحد في اليوم الواحد في عدد اطقم العماله في عدد ايام العمل. عدد ايام العمل عندنا كانت 4. تكلفه الطقم الواحد عباره عن 3 في 50 في عدد الاطقم 3، طلعت معانا الراجل ده هياخد 1800 جنيه. الماتيريال كوست قال لك بقى في الماتيريال هنا انت بتعزل، الماده اللي هتستخدمها في العزل هنا عباره عن مين؟ البيتومين. فقال لك انت بتجيب البيتومين على شكل براميل. البرميل الواحد قال ان البرميل الواحد بقى كماتيريال كوست بيفرد لي 20 متر مربع عزل. طب انا الكميه عندي كام؟ 830. معنى كده يا باشمهندس ان انا محتاج كام برميل؟ هقسم 830 على 20 تطلع معايا ب 41.5، يعني تقريبا كام؟ 42 برميل. طب ما هو البرميل ده ركز، البيتومين ده برضه عباره عن مين؟ ماتيريال. يبقى مش هينفع اشتغل عليه كفندور برايس، لازم احوله برضو كمان لمين بالظبط كده؟ احوله ل عندنا هنا لاول ان ريت. فكان هنا سالنا على السعر كان ب 330 جنيه البرميل، بعد الكلام ده كله طلع معانا ان سعر البرميل هنا 379 جنيه ونص. تمام، نيجي بقى نحسب الماتيريال كوست، هتبقى عباره عن سعر البرميل الواحد في عدد البراميل اللي احنا طلعناه هنا اهو، يبقى 42 في 379 ونص طلع بكذا. بعد كده نحسب هنا مين؟ التوتال كوست، هتبقى عباره عن الماتيريال زائد الليبر
بتساوي الكلام ده. لو حبيت تحسبها بقى كدايركت كوست للمتر مربع الواحد هتبقى عباره عن التكلفه الكليه على عدد الامتار المربعه اللي هي 830، تطلع معانا 21.37 جنيه لكل متر مربع عزل، وده عباره عن الجزء النهائي في بند العزل. ان كانت كميته ككوانتيتي ده السمر بتاعي بعمله طبعا لكل بند، ده السمر بتاعي 830، اليونت بتاعته متر مربع، اليونت دايركت كوست، تكلفه الدايركت كوست للمتر مربع الواحد عزل 21 جنيه 37 قرش، يبقى توتال دايركت كوست عباره عن الرقم ده في الرقم ده. كده بنكون انهينا اول نصف اول جزء من الحلقات بتاعتنا، اللي هو عباره عن زي ما احنا شايفين عندنا استعراض كيفيه عمل حسابات التكاليف لبعض البنود. احنا كده استعرضنا بنود زي السايت بريبريشن، استعرضنا بند زي بند الحفر، استعرضنا بند زي بند الباك فيلينج، استعرضنا بند زي بند الايزوليشن. تمام، باذن الله تعالى هنتكلم المره اللي جايه في مجموعه بنود اخرى، الا وهي بند زي بند بين كونكريت فور فاونديشن والانفورسد كونكريت فور فاونديشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد. هنتكلم النهارده ان شاء الله في تاني حلقه في عمليه الريسورس مانجمنت على البريمافيرا، اللي كنا بدانا فيها اول حلقه في الريسورس اللي هي عمليه استعراض حساب تكلفه او كيفيه حساب تكلفه بنود المشروع. كنا اتكلمنا في اول حلقه عن حساب تكلفه بند الحفر، بند السايت بريبريشن، بند الردم، بند العزل. هنتكلم النهارده ان شاء الله في بندين اساسيين، الا وهما البلين كونكريت فور فاونديشن والانفورسد كونكريت فور فاونديشن. لو جينا نتكلم على البلين كونكريت فور فاونديشن فبنلاقي ان ده بيتم ليه الخرسانه العاديه للاساسات. بيتم البند ده عن طريق ثلاثه بنود اساسيه، الا وهما عباره عن الفورم وورك او بسميها الشاترنج شد الخشبيه، ثم البليسنج ووركس اللي هي عمليه الصب، ثم دي شاترنج فك الشد الخشبيه. فلو جينا نتكلم هنلاقي ان الثلاث بنود دول تحت او ثلاث دول بسميهم ثلاث انشطه، لان انا عندي في فرق ما بين كلمه بند وبين كلمه نشاط. البند ده عبارة عن جزء من قائمة حصر الكميات، يعني بند من بنود قائمة حصر الكميات. من الممكن أن ينقسم هذا البند إلى مجموعة من الأنشطة، يعني سي بند زي بند الحفر أو بند الخرسانة العادية دلوقتي زي ما هو موجود قدامنا ده، ممكن نقسمه لإيه؟ قال لك ممكن تقسمه شدة خشبية وصب وفك شدة، يبقى قسم إلى كام بند؟ إلى ثلاث، آسف، إلى كام نشاط؟ إلى ثلاث أنشطة. يبقى معنى كده إنه في فرق ما بين النشاط وفي فرق ما بين البند، ان البند ده عبارة عن مجموعة اعمال. بقدر انا اقسم البند ده الى مجموعة انشطة اللي هي الاكتيفيتيز اللي موجودة عندنا بالشكل ده كده. فجينا مسكنا بقى اول بند عندنا، يعني لو جينا رجعنا على البريمافيرا عندنا هنلاقي انا كنت بمثل الحفرة او الخرسانة دي عبارة عن ايه؟ شاترنج وبلين بليسنج ودي شاترنج. فبالتالي لو رجعت هنا هلاقي نفسك كنت عامل شاترنج وبليسنج ودي شاترنج. طب فرق ايه ده عن بريمافيرا ايه؟ انا بريمافيرا هنا كنت مدخل مين؟ الديوريشن. طب انت جبت الديوريشن منين؟ طب ده محتاج ايه بالظبط كريسورس؟ ده اللي انا بعمله دلوقتي اللي هي عمليه الكوست استيميشن. لو جينا مسكنا اول حاجه عندنا الفورم وورك، الفورم وورك او الشاترنج ده بيتكون من ايه؟ محتاج ايه؟ قال لي محتاج عماله ومحتاج مواد خام. طبعا مفيش معدات في شاتل خشبيه، فبالتالي لما محتاج عماله ومحتاج مواد خام. لو جينا نتكلم عن الماتيريال هلاقي كل الماتيريال اللي محتاجها هي عباره عن مين؟ الخشب فقط لا غير، والمسامير اللي بنقدر ان احنا نمسمر بيها الخشب ده وبنجعله بيكون متماسك على شكل هيئه او على شكل فورمه اقدر استخدمها. طيب تمام، لو جينا بقى نتكلم على الكوست اناليسيس بتاعت الخشب، بنلاقي احنا عندنا الخشب بالنسبه للاواد. لو سالنا عن الخشب طبعا الخشب عندنا بيتحسب بالمتر مكعب، فبسال عن تكلفه المتر المكعب الواحد خشب طلعت ب 2500 جنيه. المتر مكعب خشب ده اللي هو 2500 جنيه، انا معرض ان انا استخدمه كم مره؟ قال لك انت معرض انك تستخدم خشب الطازانه لحد 10 مرات. لكن الخشب اللي بيستخدم في العرقات والتطريح ده ممكن استخدمه لحد 10 مرات. يبقى ده معنى كده الطازانه بستخدمها لكم مره؟ لخمس مرات. انا اسف لو كنا قلناها دلوقتي 10. طيب تمام. يبقى خشب اللطازانه زي ما بنقول تاني، هو ارجع نقولها تاني، بيستخدم خمس مرات. التطريح والعرقات بنفترض ان هم بيستخدموا 10 مرات. العروق بقى اللي بتستخدم هي الخشب الفيلير اللي هي عباره عن 10 سم في 10 سم مربعه، دي بستخدمها لاكثر مره، ممكن توصل معايا سي لحد 15 او 20 مره. فبالتالي انت هتتكلم على طازانه، يبقى معنى كده ان انت هتستخدم الخشب ده كم مره؟ خمس مرات.
لما اجي اتعامل بقى ما بتعاملش على سعر المتر المكعب الخشب ب 2500، انا بتعامل على سعر استخدام الخشب للمره الواحده. انا قلت عندي هنا ان انا هستخدم الخشب ده كم مره؟ 5 مرات، فبالتالي تكلفه المره الواحده تبقى عباره عن 2500 على 5، تطلع معانا ب 500 جنيه. فلو جينا بقى نفرض بقى نشوف المتر المكعب الواحد خرسانه عاديه في القواعد محتاج قد ايه خشب، قال لك دي معادله، طبعا المعادله دي بالنسبه لنا ثابته بنستخدمها دايما، بتطلع لنا هنا قالت ان الواحد متر مكعب خرسانه عاديه بيحتاج الى 112 من 1000 متر مكعب خشب. معنى كده ان تكلفه المتر مكعب خشب الواحد اللي انا محتاجه للخرسانه المسلحه العاديه هنا كام؟ تبقى عباره عن البوينت 112 في ال 500 سعر استخدام المره الواحده، بتطلع معانا بكام؟ ب 56 جنيه. تاني يبقى نرجع هنا تاني عندنا بنقول الماتيريال اناليسيس كوست او الماتيريال كوست اناليسيس بتتكون من ماتيريال عباره عن عندي عنقود بس الخشب، بجيب سعر الخشب بره موجود بكام، باخد سعر الخشب ده واشوف عندي عدد مرات استخدام الخشب ده مسموح لاستخدمه كام مره، بقسم سعر الخشب على عدد مرات استخدامه بطلع تكلفه المره الواحده في الاستخدام. لو جينا نحسب عندنا انا محتاج قد ايه خشب او كام متر مكعب خشب لكل متر مكعب خرسانه عاديه، لان احنا محتاجين 12 من 112 من 1000 متر مكعب خشب لكل واحد متر مكعب خرسانه مسلحه. معنى كده ان تكلفه الخرسانه المتر مكعب خرسانه مسلحه الواحد بيتكون من ايه خشب؟ قال لي الواحد بيتكون من 112 من 1000. طب المتر مكعب الواحد خشب بيتكون بيتعمل بكام؟ ب 500 جنيه، يبقى هضرب ال 500 في الرقم ده اديتني 56 جنيه لكل متر مكعب، لكل متر مكعب بلين كونكريت. تمام؟ ده طبعا ما بيبقاش بالرقم ده بس، بيبقى في عندي نسبة ويستج بقى. الويستج ده عندي بيبقى عبارة عن إنه في نسبة هالك من الخشب، ممكن بعض العروق تتفلخ تتكسر، فبالتالي بحط نسبة الهالك ب 4%. نفاجئ من هنا نسبة الهالك لما بتكون ب 4% ان سعر بقى استخدام الخشب هيبقى كام؟ من 56 ده ب 56 في 1.4%، طلع معايا بالرقم ده كده. يبقى الرقم ده كده عباره عن الدايركت كوست للخشب للمتر مكعب خرسانه عاديه. تمام، ركز انه في مسامير، قال لك المسامير برضو بتبقى تكلفتها حوالي 5% من تكلفه المتر مكعب الخشب اللي هو عندنا ده كده. يعني لو واخد دي كده ضاربها في 1.5% تطلع معايا ب 61 جنيه و15 قرش. يبقى معنى كده ان احنا هنلاقي عندنا ان الماتيريال اناليسيس او الماتيريال كوست اناليسيس ان الواحد متر مكعب خرسانه عاديه بيحتاج الى خشب تكلفه هذا الخشب 61 جنيه و15 من 100 جنيه لكل متر مكعب خرسانه عاديه. يعني لو حبيت اعرف كميه الخشب اللي انا محتاجه قد ايه دلوقتي، الراجل ده كان قايل لي ان الكميه اللي عندي كانت عباره عن 90 متر مكعب خرسانه مسلحه، اروح ضارب ال 90 في ال 61 و15% تديني تكلفه الخشب الكليه كذا. ده كان بالنسبه للماتيريال كوست اناليسيس. لو جينا نتكلم بقى على تاني عنصر عندنا في الفورم ورك اللي هو الليبر كوست اناليسيس، قال لك انت بتجيب طقم نجارين، الطقم ده بيتكون من 3 نجارين، سعر النجار الواحد هنا برضو اول ان رينت ريت 110، سعر الاسيستنت الواحد 2 مساعدين، يبقى 3 نجارين و2 مساعدين و2 عمال غير مهره، باعتبار ان هم يعني بيقوموا باستخدام او عمل عمليه المونة عندنا في الموقع، يعني تدريب المونة في الموقع. تمام، يبقى معنى كده ان هنا ده الكرو، قال لك الكرو ده بينتج كام بقى؟ اللي بينتج 5 متر مكعب في اليوم. فالراجل ده لما جه استخدم 3 كرو، 3 كروز يوزنج 3 كروز، يبقى معنى كده عندنا بقى الديوريشن هتساوي كام؟ هتساوي برضو الكوانتيتي زي ما كنا بنقول المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت، الكوانتيتي على البرودكشن ريت في النمبر اوف كروز، الكوانتيتي 90، البرودكشن ريت 5، هيجيب كام طقم؟ 3، يبقى معنى كده 95 على 5 طلعت معانا بكام يوم؟ ب 6 ايام. بروح جاي هنا بقى على البرنامج وعلى الدي شاتلنج واحط قدامه كام يوم؟ 6 ايام. تمام؟ تعالى بقى نكمل. بعد كده بنجيب بقى مين؟ الليبر كوست. الليبر كوست عباره عن كام؟ تكلفه الطقم الواحد اليوم الواحد في عدد ايام العمل في عدد لطقم. تكلفه الطقم الواحد في اليوم الواحد كام بقى؟ 3 في 110 زائد 2 في 60 زائد 2 في 35. ده كله هيتضرب في 3 لطقم في 6 ايام، يطلع معايا الرقم بالطريقه دي كده. يبقى معنى كده الليبر كوست للمتر المكعب الواحد هيطلع بكام؟ عباره برضو عن
تكلفة الكلية على عدد الأمتار المكعبة اللي أنا محتاجها تطلع معايا 104 جنيه لكل متر مكعب. معنى كده أن توتال دايركت كوست الفورم ورك عبارة عن تكلفة المتر المكعب واحد بيتاخد قد إيه خشب 61 جنيه و15 وزائد تكلفة الليبر كوست اللي هي 104. يطلع معانا كده هنا ان التوتال دايركت كوست الفورم يورك فورم وورك بالنسبة للمتر المكعب الواحد تطلع ب 165 جنيه و15 قرش. ونبقى احنا كده انهينا اول بند عندنا من بنود او اسف اول نشاط من انشطة البلين كونكريت فور فاونديشن اللي هو الشاترنج. لو جينا على الصب بقى قالك الصب ده فيه طريقتين، ممكن يصب عن طريق استخدام خلاطة مركزية وبالتالي هيبقى عنده مفيش خلاطة في الموقع، او انه يجيب خلاطة نحلة في الموقع. فلو جينا نتكلم في الاتنين مع بعض بقى، سي ان هو هيصب عن طريق الخلاطة المركزية، قالك بيكون محتاج ايه؟ بيكون محتاج ماتيريال ومحتاج ليبر ومحتاج اكويبمنت. ركز ان الماتيريال عندنا هنا دلوقتي هي عبارة عن ريدي ميكس، خرسانة جاهزة. يبقى الماتيريال عندي ما بجيبش بقى زلط ورمل واسمنت واصبه في الموقع، لا ده بتجيلي عربية الخلط اللي هي من باتش بلانت هناك، واخد دي وابدا ان انا اصب بيها. بيديني بقى الراجل هناك من باتش بلانت دي بيديني من هناك سعر المتر مكعب خرسانه مسلحه بكذا او خرسانه عاديه بكذا. الراجل ده كان هيديني المتر مكعب خرسانه عاديه ب 450 جنيه دي تكلفته. ركز كمان انه في عندنا تكلفه كسر مكعبات الخرسان. فالراجل قال لي ايه بقى؟ قال لي ان كل 50 متر مكعب خرسانه مسلحه او خرسانه عاديه بعمل لهم كسر 6 مكعبات، يعني الاختبار بيتم 6 مكعبات لكل 50 متر مكعب، تمام؟ طب تكلفة المكعب الواحد كام؟ 30 جنيه. يبقى معنى كده ان تكلفة 6 مكعبات كام؟ 6 في 30 ب 180 جنيه، تمام؟ طيب لو نزلنا هنا بقى عندنا بقى يبقى الكوست للواحد متر مكعب كونكريت بالنسبة للكسر بتاعي هيبقى عبارة عن ال 180 على 50 متر مكعب، تطلع لي كام؟ 3 جنيه و60 قرش لكل متر مكعب. معنى كده ان الماتيريال دايركت كوست هتساوي كام؟ هتساوي 450 زائد 3 جنيه و60 قرش، تطلع معايا بالرقم ده كده. يبقى معنى كده ان كل واحد متر مكعب خرسانه عاديه في حاله صبه باستخدام الخلاطه المركزيه هيكلف معايا 458 جنيه و60 قرش. طيب معنى كده ان البليسنج زي ما اتفقنا محتاج ماتيريال، كده خلصت الماتيريال. طب الليبر محتاج ايه من الليبر؟ قال لك محتاج الطقم ده يكون معايا، عامل يقف على البمب، فورماجي، ومعاه كمان كاربنتر نجار، ومعاه كمان واحد اسيستنت، لان ده كله كده الطقم ده على بعضه بيديني معدل انتاج في اليوم 320 متر مكعب. معنى كده ان عدد الايام اللي عندي اللي هستخدمها كام بقى؟ قال لك عدد الايام هتبقى عباره عن انت عندك الكميه كانت كنا حاسبينها قبل كده فوق اهي، كانت 90 متر مكعب، يبقى 90 على عدد لطقم واحد في 320 تطلع معايا ب 28%، يعني تقريبا يوم. يعني معنى كده ان الليبر كوست عباره عن تكلفه الطقم ده كله في مين؟ في عدد الطقم بواحد، في عدد الايام بواحد، يعني تكلفه الطقم بس طلعت معايا 290 جنيه. يبقى تكلفه الواحد متر مكعب الواحد بالنسبه للخرسانه العاديه دي كصب كام؟ يبقى 290 على 90 زائد 3 جنيه، 3 جنيه بنقول دي عباره عن عندنا ما هي الا تكلفه ان الراجل ده بيعمل معالجه لكل الخرسانه العاديه اللي عنده. قال لك تكلفه المعالجه دي للمتر المكعب الواحد 3 جنيه، يبقى معنى كده ان الليبر دايركت كوست هتساوي 3 جنيه للمتر المكعب الواحد اهي، زائد 290 دي للكل، يبقى على 90 تطلع معايا 6 جنيه 22 قرش لكل متر مكعب. لو جينا نتكلم على الاكويبمنت بقى اناليسيس برضو هنا هنلاقي ان الراجل ده هيستخدم فايبريتور واحد، هزاز واحد، سعر الهزاز ده او تكلفته 150 جنيه. وارجع برضو اجيب تكلفة الهزاز بنفس الطريقة واحسب الاجمالي بتاع البند بالشكل ده. لو جينا نتكلم بعد كده على لو كان بقى هيستخدم خلاطة نحلة، لو الخلاطة النحلة يبقى في الماتيريال مش هيكون معاه بقى ريدي ميكس، لا ده هيكون معاه خلاطة نحلة، فبالتالي وجود الخلاطة النحلة هيتطلب ان هو بقى يحسب مين؟ الجرافل اللي محتاجه، الساند اللي محتاجه، الاسمنت اللي محتاجه، المية اللي محتاجها، تمام؟ وقال لي ان الخلاطة النحلة اللي هجيبها دي كانت ساعتها ربع متر مكعب وبتطلع له في اليوم 45 متر مكعب خرسانه عاديه. معنى كده ان الديوريشن هتبقى عباره عن كام؟ 90 متر مكعب اللي هم الكميه كلها على 45 طلعت معايا بكام يوم؟ بيومين. في الوقت ده لازم اجيب الفيندور برايس بتاع الكلام ده المواد الخام دي واحوله لاول ان ريت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. تمام؟ بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده انا محتاجه اتحول اليه. معنى كده ان الماتيريال كوست في النهايه هتساوي عباره عن
تكلفه الكلام ده، يعني عباره عن 69 في الواحد زائد نص في ال 17 ونص زائد 5 على 20 في ال 577 ونص زائد 0.175 في 4.5. تمام، تطلع معايا ب 222.79 جنيه لكل متر مكعب. لو جيت تتكلم بقى على الليبر، قال لك الليبر ده محتاج بقى طقم للخلاطه. الطقم ده عباره عن 4 عمال لنقل الزلط والرمل، 2 عامل للصب، عامل لضبط الميه، عامل هزاز، فرمجي، نجار، مشرف. الطقم ده كله تكلفته تطلع معانا ب 470 جنيه في اليوم الواحد. هم يشتغلوا يومين، يوم معاك التوتال كوست عباره عن 470 في 2 تطلع بالرقم ده، وبحسب برضه الدايركت كوست نتيجتها. هنا بقى في الاكويبمنت بالنسبه للصب ده، هنا بقى في ايجار للخلاطه نفسها كخلاطه لوحدها بعيدا عن الطقم اللي شغال عليها. الايجار بتاعها كان عباره عن 400 جنيه، بالاضافه ان هو هيجيب هزاز تكلفته 150 جنيه بالشكل ده كده. تمام، ده كده كان بالنسبه للاكويبمنت، واقدر برضو اجمع الموضوع ده بالشكل ده كده. طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا في بند الخرسانه العاديه. اتكلمنا في الخرسانه العاديه في ايه بقى؟ اتكلمنا هنا في الخرسانه العاديه في ثلاث حاجات اساسيه، في حاجتين اساسيتين، الشاترنج والبليسنج ووركس. لسه ما عندنا دي شاترنج. لو دخلنا في دي شاترنج عندنا بقى هنلاقي ان دي شاترنج للبلين كونكريت فوتنج، بند فك الشده الخشبيه. الراجل ده الطقم اللي هيستخدمه عشان يفك الشده الخشبيه عباره عن ثلاث عمال غير مهره، تكلفه الواحد فيهم 35 جنيه في اليوم. الثلاث عمال دول بيدوا له في اليوم 12 متر مكعب فك شده خشبيه. فمعنى كده ان انا عندي دلوقتي 12 متر مكعب خرسانه عاديه كفك شده. معنى كده ان معدل الانتاج عندنا 12، الراجل ده كان هيستخدم 3 تطقم، يبقى معنى كده الديوريشن هتساوي 90 متر مكعب مع ال 12 في 3، يعني عباره عن الكوانتيتي على البرودكشن ريت اللي هو 12 في النمبر اوف كروز اللي هو عباره عن التلاته، طلعت معنى محتاج 3 ايام. معنى كده ان الكوست اوف ليبر عباره عن 3 في 3 في 3 في 35، طلعت معانا هنا عباره عن ال 945 جنيه، واقدر اجيب منها بعد كده الكوست اوف ليبر للمتر المكعب الواحد بالشكل ده. تمام، لو جينا بقى نتكلم على بند الانفورسد كونكريت فوتنج، هنلاقي ان هو برضه بنفس الطريقه بالظبط، بيتكون الى نفس الحاجات اللي كانت فوق بالظبط، شاترنج وبليسنج ودي شاترنج. بيزيد عليهم بقى مين؟ التسليح اللي هو الستيل رينفورسمنت. يبقى احنا بنشرح هنا بقى الانفورسد كونكريت، هتلاقي برضو في الفورم وورك بنفس الطريقه بالظبط، في ماتيريال وفي ليبر واقدر احصرها. بعد كده في عندنا مين بقى تاني حاجه؟ الرينفورسمنت، يعني دي مش هنحصرها لان احنا كنا عاملينها قبل كده فوق اختها بالظبط. لو جينا بقى دخلنا هنا على الرينفورسمنت، قال لك في الرينفورسمنت هنا ايه بقى؟ الراجل ده لما عمل كوانتيتي سيرفي للمشروع لقى ان الواحد متر مكعب خرسانه مسلحه من القواعد يبقى 4 متر مكعب اوف كونكريت او فوتنج كونكريت، ده بيتكون من حوالي 80 كيلو جرام حديد. ولقينا ان احنا سعر الحديد زي ما كنا عاملينه قبل كده في الاونونيت، بدل ما كان 3000 ونص كفندر برايس بقى ب 4025. معنى كده ان التوتال كوانتيتي بتاعت ستيل بكام؟ الراجل ده هنا كان مديني بقى في البيل اوف كوانتيتي ان كميه الخرسانه المسلحه بتاعت القواعد 110 متر مكعب خرسانه مسلحه للقواعد. طب هو بيقول ان الواحد متر مكعب الواحد فيه كام حديد؟ فيه 80 كيلو. يعني معنى كده ان عدد او كميه الحديد اللي انا محتاجها قد ايه؟ هتبقى ال 110 متر مكعب في المتر مكعب الواحد بيتكون من 80 كيلو جرام على 1000 عشان احوله للطن، طلع معانا محتاج 8.8 طن حديد. معنى كده ان تكلفه الحديد بقى لكل متر مكعب هتساوي كام؟ هتساوي ال 80 في ال 4500 في ال 4025 على ال 1000، طلعت معانا 322 جنيه. يبقى معنى كده ان الواحد متر مكعب خرسانه مسلحه بيتكلف حديد بقيمه 322 جنيه. بالاضافه ان انا بستخدم سلك رباط اللي بسميه الانكروج واير، قال لي سعر الانكروج واير ده كفندر برايس عندنا عباره عن 7 جنيه للمتر المكعب للكيلو جرام حديد او الكيلو جرام سلك رباط. يبقى معنى كده ان الفندر برايس سعر المورد لكل كيلو جرام 1 كيلو جرام سلك رباط 7 جنيه. قال لي بقى الواحد طن حديد بيحتاج حوالي 7 كيلو انكروج واير.
الواحد طن حديد بيحتاج كام؟ حوالي 7 كيلو انكرج واير. يبقى ال 80 جرام بيحتاجوا قد ايه؟ 80 كيلو جرام بيحتاجوا قد ايه حديد؟ اللي بيحتاجوا السبعة في 80 على 1000، تطلع معايا ان الواحد متر مكعب خرسانة مسلحة بيحتاج الى حوالي تقريبا 560 جرام حديد، اللي هو عبارة عن سلك رباط. معنى كده ان الدايركت كوست لسلك الرباط عبارة عن قيمة اللي محتاجاه في السبعة، تطلع معانا بالشكل ده كده، واطلع في الاخر بقيمة التوتال دايركت كوست بالنسبة للواحد متر مكعب الواحد. بعد كده عندنا لو جينا نتكلم، طبعا الكلام ده بالنسبة لبند رينفورسمنت، احنا كده اتكلمنا في الماتيريال. طب الراجل ده بيجيب مع ده كمان مين؟ قالك بيجيب طقم حدادين. طقم الحدادين ده بيبقى عبارة عن واحد كوماندا، الكوماندا ده بيبقى عبارة عن 110 سعره، بيجيب اتنين فيكسر، اتنين بيثبتوا الحديد او اتنين حدادين اساسيين، سعر الواحد فيهم 60 جنيه، اتنين مساعدين ب 45، اتنين انسكيلد ب 35. الطقم ده على بعضه كده بيديني في اليوم حوالي 1.5 طن، يعني بما يعادل 18.75% متر مكعب خرسانه مسلحه في اليوم. ده الطقم ده. طب انا دلوقتي لو حبيت بقى احسب انا محتاج عدد ايام قد ايه عشان اعمل الحديد، هروح قاسم الكمية كلها اللي هي عبارة عن 110 متر مكعب على 18 اللي هي انتاجيتهم في اليوم، و 75% في واحد على دلوت ام، تطلع معي بحوالي 6 ايام. اطلع بعد كده تكلفة العمالة، ثم بقدر احسب تكلفة البند ككل بالشكل ده كده. بعد كده بند الصب ممكن هنا بقى استخدم برضو ريدي ميكس. طبعا دي هنا هتزيد بقى، دي هنا كانت عبارة عن حوالي 600 جنيه، دي عبارة عن تكلفة المتر مكعب واحد خرسانة مسلحة. طب ايه اللي بيخلي تكلفة المتر المكعب خرسانة مسلحة من الريدي ميكس يختلف على تكلفة الواحد متر مكعب خرسانة عادية؟ قالك لان الخرسانة المسلحة بيكون فيها نسبة الاسمنت زيادة، لان الخرسانة العادية بتبقى حوالي 250 كيلو جرام يعني 5 شكاير، لكن الخرسانة المسلحة ممكن توصل 7 او 8 يعني حوالي 350 كيلو جرام او 400 كيلو جرام. بالشكل ده بنكون انهينا تقريبا معظم هذه البنود. لو جينا نتكلم على دي شاترنج للانفورسد كونكريت فوتنج، بيكون اخوه بالظبط بالنسبه لدي شاترنج للبلين كونكريت فوتنج. طيب تمام، لو جينا نتكلم على بند بقى زي بند الطوب، بند الطوب ده لو جينا اتكلمنا فيه، انا عندي الطوب نوعين في المبنى، يا اما مباني طوب عاديه او مباني طوب قصه الردم. مباني طوب قصه الردم دي عباره عن ان الراجل ده بعد ما بيعمل عزل للقواعد بيحتاج ان هو يرفع منسوب الاول، يرفع منسوب الدور او يوصل بمنسوب القواعد دي لمنسوب الصفر، فبيحتاج ان هو يردم. فعشان يردم ما بين القواعد وبين بعضها فبيضطر ان هو يبني طوب، الطوب ده بيوصل معاه لحد منسوب الدور الارضي ويبدا جوه الطوب ده يردم. بعد ما يردم جوه الطوب ده بيبدا ان هو يدك الردم، ثم انه يعمل عمليه دكه خرسانه عاديه، وبعد كده بيعمل عمليه العزل ويبدا ان هو يستخدم ارضيات الدور الارضي. الطوب بقى اللي بيستخدمه تحت ده وبيردم جواه ده بسميه ايه؟ بسميه طوب قصه الردم. لكن ما بين الطوب العاديه اللي هي عباره بقى ما بين الطوب العاديه اللي في الدور، يا اما تكون نص طوبه او يا اما تكون طوبه. نص طوبه عندنا في مصر هنا لو كان الحيطه سمكها 12 سم، طوبه لو كانت الحيطه سمكها 25 سم. وفي الحصر بنقول ان النص طوبه بتتحصر بالمتر المربع، يعني طول في عرض الحيطه لكن عند او طول في ارتفاع الحيطه، لكن عندنا لو كانت الحيطه 25 سم بيبقى طول الحيطه في ارتفاعها في سمكها اللي هو 0.25. وده كده عندنا عباره عن الكميات المطلوبه للمتر المكعب الواحد طوب والكميات المطلوبه للمتر المربع الواحد طوب. من ان انا بتكلم في بند الطوب محتاج حاجتين اساسيتين بقى، اول حاجه محتاجها المواد الخام والعماله، تاني حاجه محتاجها ايه؟ العماله. المواد الخام عندي اللي بستخدمها دايما عباره عن مين؟ هنا كمونه عباره عن رمل واسمنت وطوب، لكن العماله عباره عن طقم عماله. فلو جيت اتكلم عن طقم العماله هنا في البدايه هنلاقي طقم العماله عباره عن بالشكل ده كده، قال لي بيجيب اتنين بنايين واتنين دباش لنقل الطوب واتنين موان لتجهيز المونه ونقلها للمباني وواحد صبي لتمليك وتفريغ العراميس. قال لي ده كله كده على بعضه بيديني في اليوم لو انت هتشتغل بالمتر المكعب يبقى بيديني حوالي 6 متر مكعب، لو انت هتشتغل بالمتر المربع بيديني حوالي 40 متر مربع طوب. تمام، ودي كده عباره عن كميه عدد الطوب للمتر مكعب الواحد، يعني المتر مكعب طوب الواحد بيتعمل من حوالي 438 طوبه، ونسبه الهلك في الطوب باخدها ب 5%، يعني بيطلع التوتال ان عدد الطوب في المتر المكعب الواحد طوب
بحوالي 462 طوبة بعد إضافة نسبة الهالك. الرمل اللازم للمتر مكعب طوب في المونة 21% متر مكعب رمل، نسبة الهالك بحوالي 20% في الرمل، فبالتالي الرمل هنا بعد الهالك بيكون بحوالي 25% متر مكعب رمل لكل متر مكعب طوب. الأسمنت بقى بفرض ان الأسمنت هنا بيكون دايما في المتر المكعب، بستخدم معاه 300 كيلو جرام أسمنت لكل متر مكعب رمل. معنى كده ان الأسمنت اللي محتاجه للمتر مكعب طوب الواحد بكام؟ تبقى عبارة عن 300 في 25% رمل، تطلع معانا ب 60 كيلو جرام. معنى كده ان الكميات اللي انا محتاجها كمونة بالنسبة لي الطوب لو كان بالمتر مكعب، المتر مكعب الواحد طوب بتعمل من 462 طوبة، المتر مكعب الواحد طوب بيتعمل من حوالي 25% متر مكعب رمل، المتر مكعب طوب بيتعمل من حوالي 60 كيلو جرام اسمنت. لو جينا بقى نتكلم عن الكميات المطلوبة للمتر مكعب، المتر مربع بقى طوب، المتر مربع الواحد بتعمل من 55 طوبة ونسبة الهالك برضو 5%، بقدر اوصل ان عدد الطوب في المتر مربع الواحد يعني 1 متر في 1 متر من الحيطة ده بيتعمل من 58 طوبة. والرمل اللازم للمتر مكعب طوب بيكون في حوالي 1 متر مربع طوب، مفروض المتر مربع للمتر مربع طوب حوالي 21 من 1000 متر مكعب رمل ونسبة الهالك ب20%، معنى كده ان الرمل اللي انا محتاجه حوالي 25 من 1000 متر مكعب رمل. طيب لو جينا نتكلم على الاسمنت بفرض انه بقى هنا حوالي 350 كيلو جرام اسمنت لكل متر مكعب رمل، يبقى معنى كده الاسمنت هنا يبقى حوالي 9 كيلو جرام. يبقى ملخص الموضوع ده ان انا لو كنت هشتغل الطوب بتاعي بالمتر مكعب، انا محتاج طوب 462 طوبة، محتاج رمل 25% متر مكعب رمل، محتاج اسمنت 60 كيلو جرام اسمنت، ده كله للواحد متر مكعب طوب. طب الواحد متر مربع طوب بيحتاج ايه؟ قال لي بيحتاج 58 طوبة، بيحتاج 25 من 1000 متر مكعب رمل، بيحتاج 9 كيلو جرام اسمنت. بكده بنكون غطينا معظم بنود المشروع. ولو جينا نتكلم طبعا هنا بقى العمالة المستخدمة هي اللي بجيب منها مين معدل انتاج زي ما شفنا هنا، واقدر احسب الموضوع ده عندي بالنسبة لي كده. وان شاء الله بإذن الله الحلقة اللي جاية هنتكلم على الديوريشن تايب فور اكتيفيتي اللي هي انواع المدد الزمنية للانشطة، ونكون انهينا النهاردة الجزء الاول كامل من استعراض حساب كيفية حساب تكلفة بعض بنود المشروع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.